مزاجي هاليومين نوال. نوال تستاهل. نعم نوال يعني من أجمل الأصوات اللي أنا أحبها يعني. إحساسها يوصل الكلمة فعلا. أكثر فنانة يعني أنا أحب أسمعها فنانة نوال. نعم. ما تعاملت معها أبو فهد؟ والله ما تعاملت معها يعني. شوف لأي درجة يعني. في تعاون جديد. ما تعاملت معها يعني مع أني أم حنين مسي عليها بالخير. أكيد. يعني التقيت فيها أكثر مرة وبالعكس يعني مؤمنة في فيني كشاعر وهذا بس ما أنا قلت لك مو من نوع المبادر يعني. يعني أنا أول شيء أشتغل مع الملحن قبل لا أشتغل مع الفنان يعني نشوف العمل وين العمل هذا منو اللي يقدر يؤديه يعني. نتمنى طبعاً تلتقون. بس نوال طبعاً يعني من عمل. أجمل الأصوات اللي ما رح تتكرر يعني بس الله يعطيها طولة العمر إن شاء الله. اللهم أمين. أبو فهد الشعر النبطي لما يوضع في قالب الأغنية يواجه صعوبات أحياناً رغم نجاح هذه النماذج عند بعض المطربين، شلون قادر الشاعر يكيف الشعر النبطي الموزون المقفى على أغنية حديثة اليوم؟ أنا أقول لك على شيء يعني مثلاً محمد عبده غنى يعني حتى الأمير محمد الحمد الستير الله يرحمه يعني غنى قصائد صعبة جدا له يعني وغنى قصائد حديثة مثلا أرفض المسافة والسور والباب والحارس في بعض الفنانين عنده القدرة يوصل مثل محمد عبده لكن أنا نرجع ونقول أن كتابة الأغنية شيء آخر يعني سواء كانت عمودية ولا حديثة ولا قصيدة سهل ممتنع أنا أعتقد أن أغلب الأغاني اللي تسمعها كانت عبارة عن ورش عمل حتى مع كبار الشعر أغلب الأغاني بس لما ينجح مع هذا الفنان ممكن الفنان يلتقط قصيدة من قصيدة ثانية تكون مكتوبة من قبل لا تكون ورشة ويبدأ يشتغلها كعمل بس الورشة مهمة ليش الورشه مهمه عشان تعطي الكلمه المناسبه الاحساس المناسب للاغنيه يعني فما اعتقد ان اي قصيده عموديه ممكن تنفع تكون اغنيه يعني اللي مهتم بالاغنيه يكتب الاغنيه او حتى لو اخذ قصيده اتذكر في قصيده نشرت للشاعر نايف صقر مسي عليه بالخير غناها عبد المجيد عبد الله قصيدة أنا نشرها عندي بشكل لما غناها عبد المجيد غناها بشكل ثاني صحيت جمرة صحيت جمرة الله. هي بدايتها كان الموت حظ القلم والمجد الدفتر حبر القلم غلطتي وأيام يا أوراقي بعدين غناها عبد المجيد بشكل آخر إذن الملحن سواء كان الملحن ولا الأستاذ عبد المجيد مسي عليه بالخير هو شايف أن هذا الكلام جزء منه حابه وعاجبه ويبي يغنيه وجزء منه ممكن صعب يغني لما يقول الموت حظ القلم والمجد للدفتر يعني كيف ممكن يغني فاشتغلوا عليها وعادوا صياغتها من جديد ونجحت كأغنية شكلوها كأغنية جميل بما أن احنا قاعد نتكلم في هالموضوع في نظرك منو يسبق الثاني هل هي الكلمة الشعر المقدم أم الصوت اللي راح يقدم هذا الشعر هذا سؤال فخ ولا نبي نعرف رأيك الإحساس يعني أنا راح أجاوب إجابة جديدة يعني صحيح ما يعني الإحساس يعني هو الإحساس. اللي راح يسبقهم كلهم يعني إحساس الكلمة أم إحساس الصوت كلهم لا أنت تقصدين الصوت يعني أنا صوت المغني هل هو اللي ينشر الكلمة بشكل أكبر أم أن الكلمة هي الإحساس صوت الفنان أو بالكلمة يعني نعم. كلهم ولازم يكون فيه توأمة بينهم أحيانا في كلمة تحمل إحساس كبير وممكن يغنيها فنان وما تنجح صحيح زين يعني أنا بقيت على شيء ما في أجمل من الصوت الجريح الله يرحمه الله يرحمه ما في أجمل يعني هذا الهرم هذا البرج الرابع في الكويت ما في أجمل أوكي. وعطيتها قصيدة من أجمل قصائدي وما نجحت إحساسها حلو هو ما في على إحساسها صحيح أحيانا لازم يكون فيه يعني توفيق بين هال نعم. بين هالشيئين عشان ينجحون يعني أكيد أبو فهد ما طمعانين اليوم نسمع منك شيء من اختيارك أنا اليوم بخليك على راحتي وعلى راحتي كل الطلبات يعني خصوصا على انتهينا وتعال بس أنا بقول اللي حاضر معك ودك تسمعنا والله أنا شوف أنا قلت لك يعني أنا بعد يعني كاتب أشياء جديدة لكني ذاكرتي صفر فأنا راح أختار لك أبدا اللي يريحك من الديوان يعني كل قصائدك جميلة يا أبو فهد تسلم يقول يا زمان اشهد واشهد يا زمان
من هو اللي علم الثاني الحنين؟ قبل عرفه كيف كنت وكيف كان، بعدها شف صار وين وصرت وين، أنا بعدي ناطر بنفس المكان، أرفض إحساسه ويذبحني الحنين، طفلة مرت بتاريخي عشان يكرم التاريخ كله لجل عين، أتذكر وقتها الصبح استدان وجهها وأصبحت صبح العاشقين، وتذكر من مضاربها الثمان طعنتين وطعنتين وطعنتين، صوبتني وين في هذا المكان، صوبتني لا يسار ولا يمين، قلت وعصابي يغذيها امتحان، ثورة الرغبة وصمت الحالمين، هزي عروقي غلا ولا حنان، واقطفي من كل عرق تشتهين، علميني كيف شكل الزعفران، لا تفتت من سلامك باليدين، وعلميني وش يخلي الشمع دان ينثر شموعه على صبح الجبين، وعلميني وش بقى للخيزران، لا تثنيتي وهو حاول يلين، وعلميني من عطى عيونك أمان تحتوينا في سلام آمنين، ما تعنيت وتعبت إلا عشان كل قاسي في محبتكم يلين، من رضى بالشمس ما يرضى الطمان، وانت محبوبي وسيد العارفين، شايف ان جرحي معك شوف العيان، ما يبي له حلف ولا مشككين، مبتدي فيني وانا عمري ثمان لين وصلته حدود الأربعين. الله طبعا هذه قبل يعني الحين عمر كله يا رب، عمر كله ان شاء الله، عمر كله بالصحه والعافيه. سبق انك انت تكلمت وقلت بالحلقه قبل شوي ان الكويت محتاجه تركيز اكثر على الشعر بحيث ان ترجع تكون في المقدمه والشعراء هيكونون في المقدمه. صحيح. شنو هي نقول الوسيله المطلوبه وشنو المطلوب على اساس يرجع الشعر بالكويت، سواء الشعر النبطي او الغنائي او الرياضي او وغيره وغيره من القصائد اللي احنا شهرنا فيها خليجيا وعربيا، شلون نرجع للمقدمه مره اخرى؟ شنو ناقصنا؟ مثل ما قلنا اللي هي المنصات الخاصه بالشعر. نعم. احنا محتاجين دعم، محتاجين منصات خاصه بالشعر عشان تقدر تقدم من خلالها النماذج الجميله والمبدعين والشباب اللي تكلمنا عنهم، وقلنا انه يعني احنا في هذا الجيل الجميل اللي قاعد يكتب الشعر بشكل مختلف. بالضبط. وايضا ودي اشير الى مبادرات يعني من وزاره الاعلام، انا ما احب امدح يعني عشان انا ضيفكم يعني، لكن بعد الواحد يشكر يعني انه قاعد اشوف يعني في بعض الاغاني الوطنيه لشباب يعني جميلين ورائعين. نعم صحيح. قدموا اليوم لما تجيب شاب وتخلي محمد عبده يغني له، يعني انت قدمت له يعني من اعظم منصات، على فكره الاغنيه من اجمل المنصات المهمه بالنسبه لاي شاعر. فعلا. فلما تجي اليوم وزاره الاعلام مشكوره وتعطي فرصه لهذا الجيل الجديد من الشعراء، احنا عشان يغني لنا فنان قعدنا 20 سنه عشان يغني، لما يجي بداياته وتخلي يغني له نوال ويغني له محمد عبده ويغني له عبد الرويشد وحسين الجسمي والى اخره، واغاني جميله واثبتت نجاحها يعني، هذه ايضا منصه وفرصه عظيمه بالنسبه للشعراء ودافع جميل للشعراء، وتشكر عليه وزاره الاعلام. ايضا احنا بحاجه لمنصات مشابهه ومختلفه، وايضا بحاجه الى افكار جديده خارج الصندوق، يعني ما يكون نتكلم احنا نعيد تقديم الشعر بشكل القديم بطريقته القديمه. فاعتقد مبادرات مثل هذه اذا وجدت الكويت ولاده وجميله وفيها مبدعين كثير. فعلا مثل ما ذكرت ابو فهد، هي مبادرات جدا قيمه يقدمها تلفزيون الكويت ووزاره الاعلام لانشاء جيل جديد حاضر قادر يخدم البلد. صحيح. في المجال الشعري او الفني. ابو فهد ودي اتكلم عن لما تقول منصه، أنا سبق وسمعت في أحد اللقاءات أن كان عندك الرغبة أو النية في إنشاء منصة مشابهة لمنبر المختلف لكنها إلكترونية تقدر. صحيح. تستوعب هذا الكم الهائل من الشعراء. صحيح. والحضور الشعري. صحيح. إيش صار على هذه الفكرة؟ والله لا زالت موجودة، يمكن هاليومين أنا شغال عليها على فكرة الله. يعني دائما في أشياء يعني ممكن تتأخر بحكم أن في أشياء جميلة قاعد تنولد يعني. وجودي في مؤسسة الأمير بدر الله يطول عمره إن شاء الله، يعني
انشغلت شوية عن أني أنا أتفرغ لهالمشروع هذا. أيضا برنامج شاعر راية أيضا والنجاحات اللي قاعد يحققها أخرت أيضا هالموضوع هذا كله، بس لا زالت الفكرة موجودة، وإن شاء الله أنا كنت أقول دائما قريبة قريبة، وهالكلام صار له 4-5 سنوات، بس أنا أقول إن شاء الله مو أكثر إن شاء الله من سنة سنة ونص إن شاء الله، وإن شاء الله تكون العملية دارت بإذن الله. الأمانة موضوع مغري، الفكرة ممكن تلغي الحضور العشوائي في الساحة صحيح. أو عشوائية الحضور هذه حاليا، كل شخص يهتم في جهده الفردي في نشرة طريقة تواصله مع الناس. العملية تحتاج شوي تنظيم، لأن وجود نماذج مبدعين من الشعراء الكويت أكيد راح يهتمون في هذه المنصة. طبعا أكيد أكيد. ننتقل للأمسيات الشعرية في وقت ما، يعني خلينا نقول بالتسعينات بداية الألفين، الناس عشقت الأمسيات الشعرية وتحضر الأمسيات الشعرية بأعداد مهولة بقدر ما يحضرون الحفلات الغنائية. هل لا زال هذا الشغف موجود؟ والله شوفي الناس يعني لازم تهيئها لهالموضوع هذا كله. نعم. يعني حصل فيه فجوة اللي هي الإعلام الجديد لما جاء، مثل ما تكلمنا قبل شوية، يعني صارت حالات خاصة، يعني كل واحد عنده حسابه الخاص وعنده إعلامه الخاص والجمهور يتابعه أيا كان هذا الجمهور، جمهور شعر، جمهور غير شعر إلى آخره. وكل واحد يعني اقتنع أنه أنا عندي إعلامي الخاص فيني والإعلام الفردي يعني، وهذا موضوع أضر كثير بالشعر. يعني شعر بحاجة إلى منصة جماعية، مو إلى مشروع فردي، ما هو مشروع شاعر بالحالة. يعني لازم يكون هالشعراء كلهم يكونوا موجودين في مكان معين، سواء كان أمسيات ولا غيره. فهذه من المواضيع اللي أخرت أو عملت فجوة بين المتلقي وبين الشعر. إحنا بحاجة أول شيء عشان نعيد هالمنصات هذه كلها، أيضا بحاجة إلى هالشعراء الجميلين اللي برزوا واللي بدوا يشكلون جمهور، بدا يعني حتى في بعض الدول برا صارت تسوي لهم امسيات ويروحون له ويحضرها جمهور، صار لهم نجوميه والى اخره. نعم. وزج باسماء اخرى ايضا عشان تقدر تعيد الوهج لجمهور الشعر. نعم. يعني الشعر. التواصل مع الجمهور المباشر ما يعوضه منصات التواصل الاجتماعي. لما انا اجلس واسمع شاعري المفضل واشوف احساسه بعيني واسمعه بصوتي، هذا ما يعوضه السوشيال ميديا استاذ ناصر. والدليل فليش ما في مبادرات صحيح. منكم انتم الشعراء الكبار في ان خلق امسيات جميله والناس تحضرها؟ كلامك صح 100%. والدليل يعني لو اليوم احنا نبي نسمع الفنان، ليش نسوي، ليش نقيم حفلات غنائيه ونروح ندفع فلوس عشان نحضر نحضر للفنان ونسمع يعني وجها لوجه؟ كان اكتفينا باليوتيوب ونسمع اغانيه كلها موجوده باسهل طريقه انا ممكن اسمعه، ومتى ما خلص منه خلاص اكل. لا، هذا الموضوع التفاعل يعني مع وجها لوجه مع شاعرك، مع ممثلك، مع فنانك مهم جدا. صحيح. لكن مثل ما قلت لك صار في فجوه، يعني اهتموا بالفن، الفن ما انقطع، كان في على طول حفلات غنائيه. ويمكن اللي قاعد يصير اليوم في المملكه، يعني في هيئه الترفيه يعني عملت مشروع عظيم يعني بالنسبه للفن، وهذا الاشياء يعني زاد من وهج الفنانين وزاد من وهج الاغنيه. ايضا الشعراء بحاجه الى دعم من هذا النوع، يعني بحاجه الى يعني اعلام يدفع بهالاتجاه، يعني تخلق جو تعيد للجمهور مره ثانيه شغف متابعه الامسيات، شغف صحيح. حضور للشاعر، هذا مهم جدا. نعم. هذا يحتاج الى عمل ويحتاج الى دعم، فرد ما يقدر. ابو فهد، على نفس سياق الامسيات والحضور المسرحي، كان لك خطوة جدا جميلة في إقامة مسابقة شاعر الراية اللي لا يمكن نغفل عنها، ولاقت نجاح كبير مع الناس لموسمين متتاليين. الفكرة والتأسيس كان مسابقة، لكن لاقت وهج وإقبال من الشعراء الشباب. يعني كلمني عن حيثيات هذه المسابقة. أول شيء يعني هي هذه المسابقة هي جهد جماعي، يعني أنا جزء من هذا الجهد. يعني مثل ما قلت لك، يعني إذا كنت تملك يعني منصة تملك مصداقية مثل التلفزيون السعودي، وأيضا تملك يعني مجموعة في اللجنة مثل نايف صقر وخالد مريخي والدكتور سعيد السريحي، وتملك جمهور مثل الجمهور السعودي اللي محب للشعر وكذا، أكيد بينجح العمل. يعني بس النتاج هو المهم، يعني لما تقدم شعراء
مثل يعني الشعراء اللي قدموا في خلال النسخة الأولى والنسخة الثانية وأصبحوا اليوم من أهم النجوم الموجودة على الساحة، هذا مهم لنجاح البرنامج، ينعكس على البرنامج أنه والله ها يصير حلم لأي شاعر أن أنا أشارك في هالبرنامج، لأن هذا البرنامج إذا شاركت فيه أنا راح أحصل على هالاهتمام الجمهور والدعوات للأمسيات وإلى آخره، جزء من هالنجومية الموجودة، فيصير للبرنامج مصداقية أنه والله هذا البرنامج ينحاز للشعراء الجميلين، ينحاز للشعر الحقيقي، ما ينحاز لشيء آخر. فهد آسف على المقاطعة، وجودك كعضو لجنة تحكيم في السابق ناصر السبيعي هو المقيم في مجلة المختلف، صحيح. لكن خلف الكواليس اليوم ناصر السبيعي هو المقيم على الهواء مباشرة أمام الشعراء، شنو اختلف معاك في مرحلة التقييم؟ والله شوف ترى احنا عندنا نفس النفس موجود في البرنامج، يعني أيضا ترى كان هو لو لاحظت النسخة الأولى عبارة عن فرق، يعني فريق ناصر السبيعي، فريق نايف صقر، فريق خالد المريخي، وايضا يتم الاستشاره والى اخره، نفس العمليه موجوده، يعني بدون ارشاد، بدون ما انت تحصل على اسماء جميله ما تحصل على نجاح، لازم توفق في اسماء جميله، والحمد لله توفقنا في اسماء جميله، يعني حتى في النسخه الثانيه كان في شاعره جميله جدا يعني، وكان ممكن تكون مفاجاه موسم وتاخذ المركز الاول يعني، بس ما وفقت في اللحظات الاخيره. وقدموا نجوم جميلين يعني في البرنامج، ف يعني اهم شيء انك تنحاز للشعر الحقيقي عشان تقدم يعني شعر، ويبدا الجمهور يثق فيك، يبدون الشعراء يثقون في البرنامج، انه يقول لك والله انا رحت البرنامج هذا راح ينصفني وراح اوصل الى مراحل مهمه في هذا البرنامج، فبالتالي مشاركه الشعراء الحقيقيين في هذه البرامج مهمه جدا يعني. بعد اليه التصويت، هل تعتقد بكل صدق انها ممكن تكون ظالمه شوي؟ شوف ترى التصويت في برنامج كان 15% تقريبا، 85% للجنة. للجنه يعني تقريبا اغلب النسبه للجنه. التصويت انا مقتنع فيه، ليش؟ لانه يعمل نوع من المشاركه بين الجمهور وبين الشاعر، يعمل تفاعل مع الجمهور. بدون تصويت يعني كأن الجمهور تفصله عن الشعراء، ما تعطي رايه. نعم. هذا الجمهور بالشعر عط رايه حتى لو بنسبه بسيطه 10% 15%، وانت كلجنه تقدر تحقق 85% الى 80% من النتيجه، بالتالي تخلق متابعه وبنفس الوقت تخلق مصداقيه وقيمه. صحيح، جميله مشاركه الجمهور ايضا، طبعا مهمه أكيد جدا، اكيد تعطي بعد ونظره مختلفه عن الشاعر او طبعًا. الحكم طبعًا. بالمقابل ما هي نقاط قوه القصيده اللي راح تفوز؟ يعني الشاعر لما يقدم قصيده انت على شنو تقيمه؟ انت على اي اساس تعطي النقاط؟ هل فقط انه قال قصيده جميله؟ انا بالنسبه لي نعم. الابتكار اولا. انا نعم. بالنسبه لي شخصيا، واعتقد ان زملائي نفس الشيء يعني، الابتكار. الابتكار بمعنى انه قاعد يقدم لون جديد او فكره جديده، ولا الابتكار يعني التناول جديد. نعم. يعني احنا كل الشعراء يكتبوا عن الحب. الحب من صحيح. من اول ما وعى الانسان ويكتب عن الحب. نعم. بس انت تكتب بتناول جديد من خلال زاويه معينه، كيف تناولت الحب بالشكل نعم. جديد، واعطيتني صوره جديده، واعطيتني مفهوم جديد. وهكذا يعني على اي شيء من مشاعر الانسان، يعني سواء حب ولا غيره، التناول نفسه مهم. تركيبة الصورة الشعرية مهمة طبعا. الابتكار أبو الشعر كله. نعم. عشان ما تكرر غيرك يعني، تقدم شيء جديد. وأيضا بعدين شنو يجيب أيضا النقاط؟ قوة الشعر. قوة الشعر. قوة الشعر يعني أحيانا يجيك شاعر يكتب بيتين ثلاثة وبعدين يبدأ يضعف يعني. لا نعم. يجيك شاعر لا يعني يمكن يبدأ وبعدين يدهشك أكثر، يعني تقول الله، وبعد شوي يعطيك شيء أكبر بعد. يعني يصير في تصعيد في الجمال يعني، بجمال قصيدة، هذا مهم طبعا. جميل جدا ابو فهد، مثل ما انت شايف يجهزون سحورنا مبدعين الله يعطيهم العافيه. ودي اتكلم معك في جزئيه بسيطه اللي هي الشعر النسائي او الحضور النسائي الشعري. تعاصرت هذا القالب من زمان في مجله المختلف والان في المسابقات، شلون شايف التجربه النسائيه الشعريه؟ والله عظيمه يعني، قلت لك انا حتى في النسخه اللي طافت من البرنامج يعني كانت مرشحه تكون الاولى، وهذه كانت مفاجاه كبيره يعني. اذا انحزت للشعر الحقيقي بعيدا عن كون هذه امراه ولا هذا رجل ولا هذا، يعني تنحاز للشعر يعني ايا كان مصدره. ففي شاعرات يعني خطيرات يعني، وهذه الشاعر اللي قدمناها اسمها العنود الواصليه من اخطر الشاعرات اللي سمعتها. جميله جدا. يعني تصدمك اصلا يعني كيف وصلت لهالمنطقه الجميله من الشعر، يعني كيف قاعد تفكر بهذا الشكل الجميل والرائع.
وكثير شعرات يعني كانت بالكويت الله يرحمها الشاعر عابر سبيل يعني رحمه يعني ايضا اليوم اصبحت وكانها يعني من العلامات البارزه في الشعر النبطي يعني وغيره من الشاعرات ومن الشعراء. فالشاعره لا تقل يعني جمال عن الشاعر اذا اعطتها الفرصه واعطتها الثقه. بس هم عندهم يعني تصور مسبق انه والله يا اخي قاعد في نظره قاصره للمراه الشاعره، دائما ينظر لنا والله الشاعر اهم من الشاعر. هذا كلام مو صحيح، الابداع هو المهم، بس هي داخلها ليش ما انصف يعني الشاعرات ما انصفوا من البدايات يعني يمكن بحكم ايضا كانت التقاليد الموجوده والمجتمع والى اخره، كيف امراه تكتب عن الحب وكيف امراه تكتب عن الشعر. مع ان ترى لما انا اكتب عن الحب مو شرط ان اكون خايط تجربه حب، الشاعر يختلق الفكره يعني ممكن انا اخذ تجربه صديق لي يحب قصته وانا اكتبها كشاعر، ما له علاقه بعاطفتي انا يعني. فعلا احيانا اكتب شيء يتعلق فيني بس مو كل شيء اكتبه يتعلق فيني. ونفس الشيء الشاعره، هل الشاعره اذا كتبت عن الحب يعني هي تحب؟ لا، هي شاعرة مفكرة ومبتكرة وتخلق صورة وتخلق قصيدة تتأثر بما حولها. مفهوم بعض المفهوم اللي كان ينظرون للشاعرة وضع أمامها خطوط حمراء وعراقيل يعني حد من توهجها ومن قوتها كشاعر. جميل. هل الشعر أثر على شخصية الأستاذ ناصر السبيعي؟ يعني هل خلاك رومانسي أكثر؟ هل غير في شخصيتك في الحياة قناعاتك؟ أم أنت من يؤثر؟ أنا بأول سؤال قلتوا لي قلت لك أنا أصلاً ما كنت فالح في التعليم يعني أنا نعم. يعني كنت بالبداية أنا أميل للشعر، أنا شخصيتي تشبه شعري. تشبه شعرك؟ أي. إذن هو نعتبره انعكاس لشخصيتي. يمكن عشان أنا ما أقول قصائد يعني دائماً أقولها بمجتمعات ولا عند ناس ولا كذا، ترى أنا يعني ما أحب أقول قصيدة يعني. نعم. أي. يمكن هذا جزء من أيضاً من شخصيتي يعني. وبالتالي انا مو متحدث يعني في مجلس ولا في مكان يعني استلم زمام الامور واتحدث، انا قادر على الحديث طبعا لكن ما افضل اني اتحدث دائما واتكلم ولا افضل اني اقول قصائد، دائما مقنن يعني في الاشياء، احب اشتغل يعني في الكواليس. الكواليس المضيئه اللي قادر تخلق هذا الابداع للامانه يعني. السؤال لان بعض الشعراء للأسف يعتقد أن شخصية الشاعر أو الشاعر يجب أن يكون يملك كاركتر معين، هو كاركتر للشخص المفوه أو ليتصدر المشهد في الحديث، بينما الشاعر الحقيقي هو من يشبه شعره. صحيح. مثل ما تفضلت حضرتك، شلون شايف اليوم السوشيال ميديا كمنابر شعرية للشباب؟ هل تشجع أن الشباب ممكن يلتفتون ويضخون جهدهم في هذه المنابر؟ والله شوف مثل ما قلت لك أنا أي شاعر حقيقي لن تنصفه وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة الفردية، حط خط تحت الفردية. نعم. لأنه بحاجة إلى ناس تنصفه، إلى ناس تقدمه، إلى ناس توجه، فأوكي يتواجد من خلالها يطلع من خلالها، بس يبادر أنه يكون يعني في أماكن أخرى يعني خلفها ناس يقدرون يدرون هذا المشهد الشعري ويقدمونه بشكل جميل، يختصرون عليه مسافات ويختصرون عليه سنوات ويختصرون عليه، هذا مهم جدا يعني. فأي شاعر حقيقي أنا أعتقد أنه بحاجة إلى يعني إلى ناس تسمع صدى صوته يعني. نعم. بالمقابل الأدب، كتابة الأدب والقصص والرواية دائما يأتي من خلفها رسالة يبي يوصلها الكاتب إلى هذا القارئ، سواء كانت رسالة لها نقول هدف سامي أو هدف هادم في بعض الأحيان على حسب الكاتب. الشعر أيضا أعتقد أنه يقع على عاتقه مسؤولية توصيل بعض نقول مفاهيم الحياة، أو مثلا يعني مثلا في السابق الناس أو في السابق القديم كان الشعر أغلبه مدح وفي بعض الأحيان كان توثيق للتاريخ. الآن في نظرك وين المفروض تكون رسالة الشعر ورسالة الشاعر من أجل المجتمع والقراء اللي يقرون الشعر؟ شوفي في السابق يعني ما كان فيه وسائل إعلام ولا إعلام حتى إلا الشعر يعني. صحيح. يعني كانوا بحاجة للشاعر كوسيلة إعلام. صحيح. فكانوا يستخدمونه يعني كشاعر، يستخدمونه في الحروب. نعم. يستخدمونه في هجاء يعني. وكان مقرب من ولي الأمر وكان أشبه بوزارة الإعلام. أشبه بوزارة الإعلام كان يؤدي. نعم. هذه الرسالة. اليوم شاعر ما هو بحاجة إنه يكون يعني يحمل هذا اللواء ويهاجم ويكتب، لا، الشاعر بحاجة لتقديم الشعر الحقيقي والإبداعي في الجانب اللي هو يحبه.
أي كان هالجانب اللي هو يحبه. طبعا الغالبية تكتب عن المشاعر، عن الإحساس، أي كان هذا الإحساس. أنا ما أتكلم يعني أنه والله العاطفة والحب إلى آخره، الإحساس الإنساني بشكل عام يعني. فأنا أشوف الغالبية بهالاتجاه هذا كله، وتشوفين من خلال الأغنية ومن خلال غيره وكذا. لكن ايضا في الادب الساخر، وفي الهجاء موجود، وفي بعض الشعراء اللي يحب انه يمدح ويحصل على مكاسب من خلالها، لكن الغالبيه لا. انا اعتقد 80 الى 85% نعم بالاتجاه اللي انا قلت لك عليه. طبعا بفائد مستمتعين في هذا الحوار الجميل الشاعري للامانه يعني. لكن نستسمحك بفاصل، مشاهدينا فاصل وراجعين ان شاء الله. أجمل نعم رب العالمين علينا هي نعمة القلب، ومن أجمل أنواع الكلام هو الكلام اللي ينقال من قلب، لأنه يوصل بسرعة للقلب. لأن احنا إذا حبينا نحب من قلب، وإذا انجرحنا ننجرح من قلب، وإذا حزننا وانكسرنا نحزن من قلب. ولو تسأل أي إنسان تقول له إيش كثر تبي هالشيء، يقول لك أبيه من قلب. ومن هني بدت الفكرة. من قلب مع بشار الشطي. من قلب تشوفونا في هذه الأوقات. لكل قصة بداية، لكل قصة بداية، ولكل نجاح أسرار. صالة وجالة في دهاليز الرياضة، وصار من ألمع الشخصيات في الإعلام الرياضي، يرصد من قلب الحدث وينقل الصورة وما خلفها بكل مصداقية وحرفية. وكيف اللجنة التنظيمية لم توافق، ولكن الرد كان عن طريق موضوع بسيط بالفعل. الإعلام الرياضي مشعل شاكر باكر معانا في كل الحكاية. فكل شاعر راح يكتب على هذه القصيدة يكتب مفهومه هو كشاعر يعني. يعني إذا قدر الشاعر يعرف ما هو مفهوم الشعر، فأعتقد أنه قدر يفهم كيف يبتدي، كيف يبتدي كشاعر، كيف يكمل كشاعر. أهم شيء بالنسبة للشاعر هو مفهومه للشعر. الشاعر الكبير ناصر السبيعي سعب مسيرته أنه يدعم الشعراء من خلال إقامة الأمسيات والتجمعات الشعرية. شوف العيان ما يبي له حل ولا مشككين، نبتدي فيني وأنا عمري 8 بين وصلته حدود 40. قدر يكون أساس للشعر الشعبي من خلال إسهاماته المتميزة. لو عرفتي كيف كنت أخسر وأنا أشوف انتصاري، كيف كنت السيف والجانب وجرحك والضحية. اهتم بصناعة نجوم الشعر الشعبي وإطلاق أسماء جديدة أكثر من الاكتفاء نشر الشعر فقط. هو يقول من يدور في عيون الناس عن قيمة وجوده، تربكه بشفاههم كلمة وتغريها ابتسامة. أنا أقول أنا كلي ابتسامة لك. الله يخليك. يعني ما راح أقول كلمة تربكك يعني. كل نجوم الشعر الشعبي في الزمن الحالي تعاملوا معه كشاعر وإعلامي، وهذا كان هدفه اللي سعى له عشان يحقق نجاحاته. قلت الزمن ما هو قليل، رغبت ساعة ما استطيعه وانت فيه، شلون لا غبت استطيعك، اشتريتك بلف صبر وبلف سمع وبلف طاعة. شوف كم مرة شريت رضاك ما فكرت بيعك، كنت في عمري يقين وصرت لإحساسي قناعة.
يا ليت لو المشاهدين قاعد يسمعون الحوار اللي احنا قاعد نقوله للامانه. طبعا معانا الشيف حنان الزيد حياك الله ومشكوره على هذا الابداع للامانه. اول شيء حبيت ابارك لكم الشهر وعساكم العواده. انا اليوم وايد سعيده بلقائك، انا وايد احبك. انا سعيد مشكوره، انا من معجبينك. بس بغيت اقدم لكم سفرتنا اليوم من اعدادي انا واخوي الشيف على الخميس، هو الحين يتابعنا من الدوام اكيد. الله يعطيكم العافيه. راح ابدي بالمندش. قدمت لكم مندي دياي على طريقتي الخاصه، وطبعا ويا المندي دياي السلطات، السلطه راح تكون خيار بالروب وسلطه الدقوس، وطبعا عقب ما تاكلون لازم تحلون ب كيكة التمر. ما شاء الله، ما شاء الله. الليب اللي سويتي هذا كله ما شاء الله، ابداع للامانه. يعطيك العافيه. يهمني رايك ابو فهد. يعطيك العافيه. هي عطت رايها فيك. الحين ان شاء الله ضروري ابو فهد. بما انها من معجباتك تستاهل. يعطيك العافيه. شكرا حنان. استاذ ناصر، بما ان احنا اليوم نتكلم عن كل الحكايه وحكايه لكل شخص، لو حبيت او حبينا نسالك، لو حبيت تختزل قصتك في عنوان لهذه الحكاية، شنو ممكن يكون عنوان حكاية الشاعر ناصر السبيعي؟ يعني كشاعر ممكن تختصر بكلمة وقول لك مشوار شعري كشاعر. نعم. كشاعر فقط، لكن يعني كحياة كعمر كإحساس من الصعب جدا أن تختصر في كلمة. أنا بالنسبة لي شخصيا يعني يمكن حتى لو أنا اختصرها بكلمة ثاني يوم أقول لا مو صحيح هذه الكلمة تختصر الحياة، لأن إحنا يعني عندنا متغيرات من الداخل. يعني شوف كل مرة تشوف الأشياء بشكل مختلف، يعني يمكن الأشياء اللي كنت أشوفها قبل الحين اختلفت عندي. يعني يمكن في أشياء ما كنت أشوفها كانت تفاصيل أصبحت هي العنوان الرئيسي، وفي عناوين رئيسية أصبحت فعلا هامشية. يعني متغيرات صحيح. فمن الصعب جدا أنك أنت تروح تأخذ كل هالحياة هذه وتختصرها في عنوان، من الصعب جدا. عنوان حكايتنا اليوم يكفي وجودك معنا استاذ، يعني مجرد اسم الشاعر ناصر السبيعي هو اجمل عنوان لحكايه ليله اليوم. والله تسلمين، شوفي ما في اجمل من يعني احساس الناس فيك، هذا اجمل شعور ممكن يحصل عليه اي انسان. وانا اليوم استمتعت معاكم بالحلقه، ويعني انا كنت مرتاح انه يكون من اللي قاعد يقدمون شاعر جميل. اسعدك طويل. وانت ايضا محبه للشعر صحيح، وقال انك انت ممكن تكتبين الشعر. هذه اشاعه. ابو فهد للامانه سعدنا جدا بشوفتك في كل الحكايه بالحوار معك. كل الشكر، نتمنى لك دائما النجاح. والحين نبي نسحر نودع مشاهدينا. صحيح صحيح، نشوفكم ان شاء الله باكر على خير، وحكايه جديده وضيف جديد ايضا. مع السلامه. مع السلامه. Thank you.
اللي مال أول مال تالي. كتب كثيرة لمؤلفين ومؤرخين وشعراء تكلموا عن تاريخنا، قصص كثيرة قالوها في هذه الكتب، منها السعيدة ومنها اللي مهي سعيدة، عبارة عن حكم ممكن تغير حياتك. الليوان بتشوفونه في رمضان. الليوان تشوفونه في هذه الأوقات. هلا هلا يا هلا ومرحبا، شلونكم شخباركم صغار كبار؟ تعالوا أعرفكم على أصدقائي. هلا والله هلا هلا ومسهلا هلا باللي جاء داخل، كل واحد فينا طفل لازم يبتسم، هذا وقته سلم قلبه. قولي شلون سويت كذي قول كذي قول كذي، قولي هوايتك لا تستحي نلعب نفرح نستانس، طموحنا كبير وما يخلص، اسمع من كل طفل حكمة وأكيد بتعلم منه. شوجي شوجي كلك قولي شوجي 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 أميزي تنحب تنهاي واجي زين شوجي زين خلاص كلك قولي شوجي أحبكم شوجي شوجي تنحب تنهاي واجي بتعلم منك. أنت قوية أو أنت قوي، أنت أشطر واحد وأنت أشطر واحدة، راح أسمع منكم كل شيء وأتعلم منكم. شوج والأطفال تشوفونا في هذه الأوقات. معلمة فاضلة، مربية أجيال مهتمة في الجانب المجتمعي وخاصة النسائي، ومن مقولاتها إن بناء الإنسان والأوطان يقوم على ركيزتين: التعليم والتدريب. المعلمة إقبال العيسى ضيفتنا اليوم. الأبلة أو المعلمة أو الناظرة، المربية الفاضلة بشكل عام تمر عليها طالبات وايد، بس أنا بحاول أذكرك بطالبة واحدة. أكو طالبة وهي صغيرة درست بشرق وجبلة والمرقاب، تعرفينها؟ أكيد. منو هذه؟ هاي إقبال. هذه إقبال، هذه أنتي. هذه أنا، هذه بالفعل يعني. تذكرين هاللحظات هذه عدل؟ تذكرين إقبال هذيك؟ أنا لما تنقلت كان عمري 3 سنين، يعني ما أذكر، يعني قالوا لي إنه 3 سنين، بس أذكر إقبال اللي بالابتدائي والمتوسط والثانوي. وأذكر يعني إنه في فواصل كبيرة وكثيرة في حياتي، يعني في مساري، ففاصلة منها أن انتقلت من جبلة إلى شرق إلى مدرسة الوسطى إلى المرقاب اللي هي الثانوية. فالطفلة اللي انتقلت ما تعرف ليش انقلوها من جبلة مدرسة قبلة القبلة إلى الشرق المدرسة المتوسطة. ليش انقلوها؟ انقلوا لأن خايفين عليها. كانت ودوني عند خالتي لطيفة، هي أول لطيفة البراك من أول المدرسات الكويتيات، فعشان يضمنون أن أنا كنت مدللة أول واحدة بالعائلة، فخافوا ان يعني احد يطقني من اليهال ولا غيره، فودوني عند خالتي انك تحت رعايتها طول اليوم حتى بالمدرسه، وبالاجازه ارجع اروح بيت ابوي في جبله بيت العيسى. هذه الطفله
اللي كبرت أكيد ومن تجربة إلى تجربة قاعد تكبر وتنضج، شنو كانت أحلامها ذاك اليوم؟ كان عندها حلم ولا ما تذكرين حلمها؟ والله أنا يعني الحلم يمكن ما كان واضح وقتها، بس كل ما أنتقل من مرحلة إلى مرحلة يتضح الحلم. كان عندي شغف بالقراءة وبالتعلم، يعني ما أدري، يعني يقول الإنسان كل إنسان عنده بصمة، صحيح، والله يعني ما خلقنا عبث، هذه البصمة هي عملك اللي راح تعمر فيه الأرض، صح. هي العمل الصالح اللي يبيعه، فاللي يعرف بصمته يمشي فيها وهي اللي تكون معنى لحياته. بس بالبداية لما يكون واحد طفل وتوه ومراهق ما راح يعرفها، أكيد. فأنا أعتقد أن بصمتي أني أتعلم وأعلم، فكان عندي شغف بالتعليم. متى يعني وعيتي حق هالحلم هذا أو هالشغف هذا؟ متى حسيتي أنه أنا أحس أني أنا راح أروح باتجاه التعلم والتعليم؟ يعني ابتديت بالقراءة وكنت أقرأ أكبر من سني، يعني بالابتدائي، ابتدائي كنت أقرأ حق، والفضل يرجع حق مدرسة اللغة العربية اللي حببتني باللغة وهي اللي تعطيني، كنت أقرأ حق تولستوي وجوركي، وكانت هي تقصد أن أنا أتعلم ما مو المعنى كثر ما أعرف الكلمات والكتابة والعب، وهذه فادني وايد. فابتديت أحب أتعلم لما اتضحت الرؤية في الثانوية. الثانوية لما خلصت كان ما كان في جامعة الكويت، احنا اخر دفعة طلعت برا الكويت، ورانا سووا جامعة الكويت. اي سنة هذه؟ كان احنا 66، 67 سووا جامعة الكويت. صحيح. 66 هني ابوي كان خايف ان انا اروح برا واتغرب ووحدة مدللة، بس كان لازم تكون هذه الفاصلة عشان أكمل هناك، أعتمد على نفسي، أتحمل المسؤولية، أكون بيت طالبات. في البداية صجت يعني تضايق، بس بعدين تأقلمت، وكانت فاصلة كبيرة في حياتي. وين درستي؟ درست علم نفس معالج في عين شمس، أنا كنت مسجلة سياسة واقتصاد، الرقبة الثانية كانوا يسألوننا رقبة أولى رقبة ثانية، صحيح. الرقبة الثانية كاتبة علم نفس، كان المفروض أقعد بالقاهرة، القاهرة علم نفس قسم في فلسفة وجه، لكن رحت عين شمس اللي هو كان الدكتور مصطفى زيور تلميذ فرويد، وهو مؤسس القسم على أساس يخرج ناس معالجين مساعدين معالج في الطب النفسي. فكنا كل وقتنا نقضي بين المختبرات والتجارب واختبارات الذكاء واختبارات الشخصية، ونشتغل على نفسنا، ونروح ناخذ حالات في الطب النفسي، ونروح في العيادات الخارجية مع الدكتور أحمد عكاشة في دمرداش حالات النفسية الهستيريا وغيرها. هاي استمتعتي بالدراسة الجامعية والتجربة هذه؟ استمتعت وايد، وعطتني يعني أرضت شغفي أن يعني علم النفس ولا هذا يبحث في النفس الإنسانية، والنفس الإنسانية يعني تكملها الكتابات اللي أنا القراءات اللي أقراها، لأن حتى أذكر الدكتور مصطفى زيور كان يقول لنا لو لم يكن هاملت لكان شكسبير، لأن هاملت كان هو شكسبير كان هو اللي عاني الصراع، فهذا اللي يسميه فرويد إسقاط، أن الإنسان يسقط كل مشاعر المرضية في عمل أدبي أو فني أو موسيقى ويسميه تسامي. جميل. بعكس فيكتور، دكتور فيكتور كان يقول أن هو المعاناة تصنع معنى للحياة. جميل. هذا يقول أن أنت اللي تمر فيه يعطيك معنى لحياتك، تفاؤل وروحانيات عنده أكثر، وهذا كان يقول تسامي. فلازم نقرأ، لازم نطلع، لازم. وساعدتنا الحياة في مصر وقتها الشعراء موجودين والندوات والأفلام والمسارح، الشخصية يعني انصقلت في ذيك التجربة، شافت وايد، قرت وايد، اطلعت واتحاد طلبة، وكان طبعا بيت الطلبة اللي كان نروح كل مرة في ندوة في أمسيات في، فيعني ياتك المعرفة من كل جهة. جميل. هذه الطالبة الشابة اللي تنوعت دراستها في مناطق وبعدين طلعت برا الكويت وكان عندها شغف، الحين يمكن ما قلنا حلم حتى هذه اللحظة، ها لما ردت هل بدي تكون شغف أو حلم آخر ولا خلاص الحين تخرجتي وانصقلت هذه الشخصية، صار في هدف جديد أو حلم آخر؟ كان في حلم أن أنا أكمل
أبي ماستر أبي دكتوراه، بس أبوي ما كان يعني يبيني خلاص تستقر. فكانت وزارة التربية عندهم بعثات بيسوون تلفزيون تعليمي وقتها، ففي بعثات لندن وفرنسا، فكانت زميلتي منى الخالد راحت فرنسا رضا أهلها، زميلتي الثانية الله يرحمها أنيسة الماجد راحت لندن. أنا ما رضى أبوي، فظل هذا الحلم معاي، فسويت قدمت على طلب إجازة دراسية كنت أنطرها، فيتني الإجازة الدراسية، يتني في الوقت اللي خلدون تقدم لخطبتي. أما طبعاً يبوني أتزوج وأنا عندي الحلم، عندي أكمل عندي. فالحين فالزواج صار في فرصة الزواج وصار في حلم إكمال الدراسة بنفس الوقت. بنفس الوقت. فصار عندي اختاري هذا ولا هذا. شنو سويتي؟ اخترت إني أروح، رحت LA في لوس أنجلوس ودخلت الجامعة. بس خلدون قال لي كلمة، قال لي أنا يعني هو إنسان يعني أقرب لفكري وحتى دراسته قريبة من دراستي، فقال لي أنا ما عندي مانع تكملين ماستر وتكملين دكتوراه، يعني أنا ما أوقف ذي حتى وأنتي متزوجة ودي وراح أساعدك. بس كنت أنا يعني خلاص أبي أروح أكمل. بهني هي القرار. فواحدة من صاحباتي قالت لي قبال يعني هذا ما ينتفي مع مثل ما تقول حلمك. أنت بدام عندك زوج متفهم إنه، وقال لي إن جامعة الكويت وهو صار عميد في كلية الأدب، إنه هو قايل لك فأنت ليش ما تروحين يعني تتزوجين وبعدين تكملين. فهني خذيت القرار وقطعت الإجازة. طبعا فرحت أمي وأبوي ما صارت. وأنت سويتي اللي براسك. أي يعني كملت يعني دراستك. أي وبالفعل وظليت أنا ما توقفت عن التعلم صدقني. أي كل دورات حتى وأنا ناظرة كنت أخذ الدورات اللي تساعدني، خذيت تدريب المتدربين، التخطيط، الوقت، إدارة الوقت، يعني فعلى طول على طول أنا مع علم النفس ومع النظريات الحديثة ما انقطعت، حلمي ظل معاي. إنزين اليوم بعد تحقيق عدد من الأحلام، الحمد لله رب العالمين تحققت أحلام ويمكن تكونت أسرة وأسرة جميلة، بتجاوز هالنقطة هذه شوية الحين، اليوم قبال العيسى اليوم عندها حلم؟ عندي حلم. شنو حلمك؟ عندي معنى لحياتي، يعني أنا بالعكس تبلور الحلم الحين وصار واضح عندي. يعني أنا وقفت كذي، أنا طبعاً عقب التقاعد رحت الجمعية الثقافية واستمريت في مؤتمراتهم في ندواتهم، وبعدين أسست جمعية نفع عام كوت وسوينا يعني أشياء وايد، وما يعني ما قعدت وسويت حضانات. بس بعدين لما قررت أن أنا أقعد حسيت أن هم ناقصني، يعني حلمي لا يزال معي، لم يكتمل. لم يكتمل. معنى حياتي أني أساعد. أنا خلقت يعني لما أشوف الحلم كله أنا بصمتي في هذه الحياة، كل هاي المعارف اللي أنا خذيتها، كل خبراتي، كل تجاربي، كل علاقاتي، يعني أنا وايد علاقات بالمدرسة مع الطالبات، يعني كل هذا المخزون المعرفي اللي عندي وين حطيتيه؟ راح أعطيه للناس قبل لا أقادر هاي الحياة، متفارقة هذا الكتاب اللي شدي سوالي يعني. الله يطول بعمرك الله يسلم. إن شاء الله تحققين حلمك. إذا الحلم ما يعرف عمر. لا ما يعرف. عدل. لا أنا ما عرفت معنى لحياتي إلا يعني متأخر. مريتي خلال هالمسيرة الطويلة الجميلة بكوابيس؟ إيه طبعاً مريت أشياء وايد. شنو يعني الكوابيس اللي؟ يعني بس الكابوس اللي يعني الكبير أول واحد كان لما كنت أدرس بمصر كنا صغار وسنة أولى حرب 67. يعني ما احنا عارفين، ما نعرف حرب وخايفين وبنات بروحنا ما ندري بنشوف أهلنا ولا ما راح نشوفهم. وبعدين كانوا يقولون لنا يسبقون الشبابيك الزجاج أزرق والمتاريس هذه الخياش. ليش يسبقونها أزرق؟ علشان الضوء ما يطلع، ويحطون المتاريس هذا الخياش اللي كلها رمل قدام البيت، فشيء جديد علينا. وبعدين من تصير القارة يقول لنا نزلوا وبالليل لازم نطفي كل الإضاءة، ويقولون فكانوا احنا طبعا من الخوف وبنات صغار وننسى الضوء، بنسمع برا الجنود والشرق هذا الجيش،
اطفي النور يا كويت. فصارت هذه لازمة. اطفي النور يا اطفي النور يا كويت. يعني ما يعرفون انتم يا الكويت اطفي النور. فاحنا نخاف انه يلا يخليكم اطفي النور لو دخلتينا قبلة ولا شيء. والله حماكم وعديتوا الكابوس. الحمد لله عدينا وصلنا قمنا نضحك الحين لما نلاقي بعض نقول اطفي النور يا كويت. يا كويت زين عدى. هذا كان كابوس يعني بالفعل. كابوس الثاني كان احنا مستانسين في لاينشتاين ويا عيالنا واحنا نتجمع البنات ورياييلهم وعيالهم وإخواني وأمي وأبوي. فديك السنة اللي إحنا كنا مصيفين بلانشتاين صار الغزو. هني عاد هذا الكابوس اللي حين كان وقتها CNN حتى ما طلعت وهذا كله ألماني وما ندري شنو الأخبار وبعيدين. فقررنا نروح مصر. ولما رحنا مصر طبعاً الحالة اللي شفتها بين الناس والعيال ضايعين بالشوارع ففكرنا نسوي المدارس. فصرت ناظرة المدرسة ثانوي المبنى اللي كان مخصص للمركز الثقافي الكويتي عطونا اياه الصبح بنان والعصر مدرسة أولاد. فكان في ناظر استلم بعد الظهر وأنا استلمت يعني حتى في الكابوس وداني للتعليم. للتعليم للحلم للشغف للدرب اللي أنت ماشية اللي كان يعني سبحان الله. يعني أنا أقول أن دائما تي فاصلة تحورني تحور مساراتي ودائماً الشغف باتجاه الشغف باتجاه حلمي. عندنا بعد كابوس ثالث ولا خلصت هذا الأكبر كوابيس يعني. احنا نوقف هنا لأن الحياة أيضا غير الكوابيس فيها شيء أكبر اسمه ياثوم. إن شاء الله الله يبعد عنك وعن السامعين. بنروح الجزء الثاني من حوارنا ونرجع نكمل حديثنا إن شاء الله. الصف اللي ما يطوف على شيء. مبارك عليكم الشهر. يا ماما سميرة كيف نتجنب الاحتيال الإلكتروني؟ إذا وصلني اللينك من أحد ما أعرفه لا والله ما أرعص ولا أدفع. Don't share your OTP مع أحد. إذا بندفع كينت ما يطلبون CVV. ضعنا OTP CVV. أعرفها الثلاث أرقام اللي موجودة وراء البطاقة. توصلني مسج ولازم أدفع توصيل. عمي انطالب شيء. زين خرعتونا يا حافظ. شهر الخير شهر رمضان ما تبونا نتبرع؟ يا مدام تبرعي باللي تبينه بس مو معلوماتك. وسائل الاحتيال الإلكتروني ما لها نهاية. لا تتبرع بمعلوماتك كن على دراية. آخر كلمة قلناها قبل ما نوقف حديثنا الياثوم. تكلمنا عن كوابيس الياثوم. ما أدري أنا أحسه أكبر. أحسه يشل عن الحركة. أحسه يوقفنا. أحسه صعب نتحرك إذا يا الإنسان الياثوم. شنو الياثوم ممكن يكون في حياتك؟ الله لا يجيب إن شاء الله لا الكابوس ولا الياثوم. بس شنو ممكن يكون ياثوم؟ الياثوم كان عندي لما توفى الوالد الله يرحمه وأنا كنت وايد متعلقة فيه. الوالد والوالدة والوالدة ما كملت سنة صارت وراء. فهذا وايد يعني هو كان تعلق يعني المفروض ما يكون. الآن أعلم الناس أن ما يتعلقون بأي شيء يعني لأن الحياة هالشكل يعني. أحد إحنا نقدر ما نتعلق. يا ليت عندك حل الحين. هو في حل تساعدينا في تقول إن ترى سووا هالوصفة السحرية تساعدكم على عدم التعلق. أعطيني إياها. هو عدم هو يكون في حب بس يكون في تسليم يعني ويكون هذه هي الحياة. قبول ورضا. قبول وتسليم وأن هذه المعاناة شنو راح تعطيني درس شنو راح تخليني أتقدم أكثر. بس في هالمرحلة هذه أنا ما كنت بهالقوة النفسية أن أنا أعرف أن يعني أنا أعرف أنه هو يعني يوم من الأيام راح يقادرون. بس وفاته وايد هزتني وايد ضليت فترة ماني قادرة يعني أتخلص من الحزن مع أن المفروض أن الواحد يعيش الحزن وبعد يسمح له أنه يرحل. يرحل. بس هذه اللي أنا أعتبرها يعني ظلت معي فترة طويلة
وحتى يعني حرام يعني خلدون تحمل عيالي يعني وايد وايد كنت أبكي على طول يعني وحزينة وهذا لأنه يمكن الفقد الأول وكان يعني صدمة بالنسبة بعدين الحياة مرت ومع السنين فهذا أنا يعني بالنسبة لي كانت هو الياثوم يعني وقفتني ياثوم وقفني ما قادر أشتغل ما قادر أنتبه لعيالي ما قادر أنتبه لزوجي يعني أثر أكيد الفقد يحتاج فضفضة وأكيد هذا واحد من الأشياء اللي ممكن تأذي الإنسان بس في ضغوطات ثانية عندنا بالحياة ممكن هم تأذينا مثلا المجتمع يبي منا شيء سوي لي هالشيء يشوفنا بصورة نمطية معينة هل الفضفضة تفيد في أن احنا شلون نتعامل مع ضغط المجتمع؟ فعلا وهذا اللي قاعدين نسويه في فضفضة احنا شلون نتعامل مع المجتمع ونشوف شنو اللي يعني الأولوية لصحتنا النفسية وصحتها لأن الإنسان لما يكون مرتاح نفسيا راح ينعكس على عياله على المحيط اللي حوله على الناس اللي يمه فبالتالي ما يصير في يعني لما أنت تي وتشوف شيء مضايقك في المجتمع وتكبته تكون عصبي على أقل شيء تصرخ تغضب يعني متوتر قلق إنزين هذا 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 يهدم الإنسان يعني هو اللي يسوي الأمراض يعني الأمراض العضوية أساسها نفسي هاي سايكوسوماتيك فشنو أهم إيش فايدة المجتمع إيش راح يستفيد من إنسان مريض بس الإنسان مو دائما يقدر يواجه المجتمع أحيانا يقول أنا راح أتحمل ولا إني أسمع كلمة من المجتمع أو يشوفوني بنظرة هو ليش يبي قيمته من المجتمع ما أدري هو قيمته من نفسه أقول لك إحنا الله خلقنا أحرار أكثر من الإيمان يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بعدين ناحية صعبة عند الله بس أنت وأنت تبني حياتك أولاً أينما تكون فتولي وجه الله يعني ولي وجهك لله يعني أي شيء دي أنا أشوف الله يقبله ولا ما يقبله مو المجتمع يعني بعدين أنا والآخر حريتي تنتهي عند الآخر صحيح. ما راح أعتدي على حريته بس مو من حقه هو يصدر أحكام عليه أو يقول لي سوي كذي وأكل هالشكل وألبس هالشكل من اللي حل من اللي خلى هذا الشخص يكون وصي عليه ماكو وصايا أبدا في النهاية أنا راح أقابل كل آتيه فردة أنا بيقابلني الله بروحي لا معاي شيخ دين ولا معاي أهلي ولا معاي اللي أنا ليش لأن الله يقول حط لنا عقل تفكروا يا أولي الألباب أنت مسؤول أنت مسؤول عنها مسؤول في الدنيا والآخرة فبالتالي ليش أنا أحط المجتمع هو اللي أنا خايف منه أنا أخاف من الله مو من المجتمع زين أنتوا في فضفضة تحاولون تقولون هالكلام تحاولون تقوون بعض تحاولون تكونون جماعة دعم لبعض إقبال العيسى لما هي تبي تفضفض منو تختار أنا أفضفض معاهم مع وأنا استفدت يعني مو شخص يعني ما تختارين شخص معين تفضفضي له مع المجموعة مع المجموعة لأن الفضفضة الناس ماخذين أبالهم الفضفضة أن أنا بقول عن أسراري أو مشاكلي لا الفضفضة أن أنا مثلا شلون أتقلب أنا عندي توتر أنا عندي قلق بدون لا أقول قلق من وين ومنه من ريلي ولا بنتي ولا ذي ما حد راح يقول ما حد يبي يعرف يعني هذا. بالفضفضة ما تقولون أسراركم لا ما في أسرار في أشياء أنا متضايقة شلون أتخلص منها فإحنا علمناهم شلون يتعاملون مع الغضب شلون يتعاملون مع القلق الاستماع والفضفضة جزء من البنزين اللي حركنا للأمام عشان نحقق أحلامنا عشان نقدر نعيش حياتنا عشان نمارس حياتنا اليومية بصحة بصحة صحة نفسية جميل لأن قاعد أفرغ أنا قاعد أفرغ هذا الشيء اللي فيني فرغته وفي أشياء ثانية هم تساعدنا أن احنا نستمر وأن احنا نعدي وأن احنا نطوف الكوابيس والياثوم اللي هي الأشياء الغالية علينا احنا طلبنا منك تجيبين معات شيء غالي عليك وأنت عطيتينا في هذا البوكس بعض الأشياء الغالية عليك أنا بجيب لك إياها هي الكتب هي حياتي يا نشوفها ونتعرف عليها تفضلي بس عندي سؤال قبل ما تقولي لي الحين عندنا هذيلة وعندنا بعد شيء يبتي هالصورة هذه أنت اختاري تبين تتكلمين أول عن الصورة ولا عن هذا شنو الشيء اللي تحسينه
الصورة هي حياتي، هي استثماري في الحياة. يعني بناتي هو استثماري في الحياة، هو أغلى شيء عندي. يعني أن أنا الحمد لله قدرت أخلق شخصيات تقدر يعني توقف يعني أساسها متين، أساسها النفسي متين، بحيث أنها هي كل إنسان يتعرض لمعاناة أنه يقدر يتخطاها. وهذا الرجل اللي بالصورة؟ وهذا الرجل هو اللي ساعدني، هذا الرجل مفاهمني، كان بيننا نوع من يعني نوع من التقارب الفكري العلمي، الاتفاق على مبادئ بالحياة، قيم في هالحياة. شنو يمثلت الدكتور خلدون النقيب؟ خلدون أولا زوجي وأبو عيالي، وبعدين وايد يعني في مراحل حياتي هو وقف معاي، يعني في أزماتي هو وقف معاي، وأنا بعد في أزماته وقفت معاه. يعني أنا أرجع أقول أن الزواج مودة ورحمة. صح. يعني هذا اللي ذكره القرآن، هو هذا الزواج، مو بس شغف وحب ويلا وأناسة وقدام الناس أنا متزوجة وعندي بيت وعندي سيارة وعندي ريال قني لا، اللي إنه يكون عندك علاقة داعمة. يعني الزواج زواج إطار لشخصين قرروا أن ينتمون لعائلة، وهذا اللي حصل. رحمة الله عليك، تخطينا. والله يحفظ البنات ويخليك لهم، والباقي هالصور. طبعا الكتب، أنا حياتي الكتب وأحب الكتب، بس كتاب اللي أنا قاعد أشتغل عليه هو البحث عن المعنى، اللي هو العلاج اللي كان يستخدمه الدكتور فيكتور فرانكل، وقلنا أنه هو يعني عكس فرويد يستخدم المعنى للتفاؤل، وفي جانب من الروحانية أن أنا دائما إذا متكل على الله ما خاف، وأعرف أن كل اللي بيمر كن مع الله ولا تبالي، يعني أول الحزن بيمر والفرح بيمر وكل شيء بيمر، ماكو شيء، المرض بيمر، يعني هي بس أن أنا أسلم وأحس أن عندي من ألجأ له. جميل. فيكون لي معنى لحياتي. جميل. متفارقا يعني أنا هذا المعنى اللي قلت، أنا كل هالخبرات اللي عندي، قراءاتي، دوراتي، الأحداث التاريخية والاجتماعية والسياسية اللي مريت فيها، مرينا بمراحل تغيير كبيرة. السفر، أنا السفر مو بس سياحة، أنا السفر بالنسبة لي اللي أشوفهم من كنت اللي قريت عنهم ولدي أروح أشوفهم متاحف، فكل هذا المخزون الكبير من المعرفة ليش ما أعطيه للآخرين؟ مثل ما شفت الحين أكو أشياء ما يعرفونها الجيل، وأشياء مرينا فيها، فأنا كل اللي أقدر أعمله أن أنا راح أعطي هذا حتى لو أموت فارقا أن أعطيتها، وهذا الأثر، وهذا اللي الله يقول أعمار الأرض بعمل صالح، وهذا اللي إحنا جايين علشان. الله يسعدك ويحفظك ويطول بعمرك إن شاء الله. وهالصور الجميلة، الصور هي كانت عن مراحل من اللي مريت فيها حياتي. قلت لك خالتي لطيفة هي الأم البديلة، أنا ما رحت، كانت هي اللي ربتني وهي أمي. فلما صار يوم المعلم وهي كانت معلمة، أنا بالمدرسة كرمتها. الله. فكان هذا وأسعدها، يعني هي جميل. يعني هم صورة جميلة. جميل. وبعد باقي الصور في هني صورة، أنا لما قبل لا أتقاعد كان أمنيتي أن المكتبة تكون توا طالع الكمبيوتر، فكنت حابة أسوي مكتبة حديثة وكبيرة ويصير البنات يقعدون فيها وفيها شوية قهوة على جنب وكذي، وعندي مساحات فاضية بالمدرسة، فيعني متبرع بنتها عندي وكريم اللي هو شيخان فارسي وبناها، فأنا أعتبر إنجاز هذا أن أنا صار البنات يحبون يروحون المكتبة، يحبون يطلعون، حتى المدرسات يأخذون البنات يقعدون معاهم هناك في الذي كانت من أروع ما يمكن. فهني في صورة من هالصور، طبعا هما أنا ما بيقول كذا صور، فيهم مالت الجمعية الثقافية مع صديقاتي، هي كلها عبارة عن علاقات دعم. يعني هذه مثلا اللي سواها، أنا راح أشوف كل الصور. أيه؟ وإذا عندي سؤال عن الصور أبي أسألك عن الصور، لكن في جزءنا الأخير من الحوار إن شاء الله.
الا تعال قل لي بالصيف هذا بتسافر ولا لا؟ اي حجزت انا واليهال بنروح ثلاث دول. ثلاث دول؟ انت كم معاشك؟ هذا السؤال العود اللي اجابته لازم تكون في 20 ثانيه. واجابتك هذه يا تزيد رصيدك يا توكل على الله. استثمر وقتك ووسع معلوماتك وزيد رصيد مخباتك مع برنامج 20 ثانية طوال شهر رمضان الكريم على شاشة تلفزيون دولة الكويت. 20 ثانية تشوفونا في هذه الأوقات. طريقة المشاركة في برنامج 20 ثانية من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. بهالصورة إقبال العيسى الناظرة ما بيتكلم عنها، وبهالصورة أيضا مع الطالبات وتكلمنا شوية عن الطالبات. زين هني مع الصديقات نبي نتكلم عن إقبال الصديقة، وين هالصورة ومنو هذيلة وش قاعد تسوون هني؟ إحنا بما أن تكلمنا عن فضفضة، فضفضة علاقات داعمة. أنا بحياتي وايد مريت بعلاقات داعمة، وكل واحد يمر بحياتنا يعطينا رسالة ويروح. حلو. يعني حياتنا كذي ننتقل من علاقات من العلاقات الداعمة اللي كانت، اللي هي صداقات الطفولة اللي استمرت بالثانوية والجامعة وعقب ما تخرجنا وتزوجنا. فلما كبروا عيالنا قمنا نلتقي ونروح كلنا وين مكان الدراسة في مصر، فكنا نسوي رحلة مرتين لمصر، ساعات نروح إيطاليا ساعات ذي، بس كنا نسعد مع بعض. كنا كل واحدة فينا عندها شيء يميز شخصيتها تدعم الثانية فيه. يعني واحدة منهم راحت بحادث الله يرحمها أنيسة الماجد، ألف رحمة. فكانت يعني عقب ما راحت أقول شنو الدرس اللي أخذته؟ إنسانة دائما تحسن الظن. يعني لو يتكلمون الناس يقولون شفتي هي تقصد هالشكل، أنا قاعد تقول لا حرام ما تقصدها. وبعدين لما تقول الخبر ما تجيب سيرة الإنسان، يعني الشخص لو تموت تقول القصة والحكمة من القصة، بس ما تقول منو. يعني بعدين عندها قبول شيء مو معقول. يعني يعني لما إحنا نعرف الحريم وسوالفهم ولا نحرضها زوجها فنان ما تخافين عليه عندها دي، تقول لا لا بالعكس. يعني هالسلام اللي عندها، يعني إنسانة كانت يعني شنو أقول لك، عندها سلام نفسي، عندها قبول، عندها حسن الظن بالآخرين، ما تصدر أحكام على الآخرين. فلما راحت قلت هذا اللي يعني هذا اللي علمتني، هذا اللي الدرس اللي أنا خذيته من هاي الإنسانة. طبعا الباجين كلهم كل واحدة يعني واحدة منهم أقرب لي بالفكر وتبادل الكتب وتبادل ذي ونتناقش، الثانية اللي تحب السينما فكانت علاقات حلوة. بس طبعا بعد الكورونا يعني هاي واحدة توفت وواحدة صارت مريضة وواحدة انعزلت فما صار. فقلت أنا يعني معقولة راح أقعد بدون حلم جديد، بدون حلم بدون يديد. مجموعة دعم جديدة. فأوجدت عندي علاقات في فضفضة، طلعت لي علاقات من أروع ما يمكن. حلو. وفيها حب غير مشروط، فيها عطاء، وفيها ناس ما نعرف بعض ولا فيها إصدار أحكام، لكن نحس إن إحنا كأن في رابط روحي بيننا. جميل. شنو اللي فرحك؟ يفرحني لما أسوي شيء أحس إن يعني انتفعوا فيه الآخرين أو انتفعوا فيه عيالي. أو شنو اللي زعلت؟ يعني زعلني أشياء ساعات، قلة الوفاء من يعني طبعا في الحياة في ناس يعني كثيرين
ساعات تصدم في بعض هالأيام، بس طبعاً مع سلامنا النفسي نتقبل ونسامح ونغفر. شنو اللي يضحكك؟ خليك تبتسمين. والله الحين يضحكني حفيدي هذا عمر والجنة. الله يحفظه. هذا غرامي الحين، هو يسوي حركات لدرجة أن أنا الناظرة وحياتي كلها ما حد عاقبني، وهذا الصغير يسوي روح مدرس وعاقبني وحطني بالركن وقال لي بكل جد أوقفي ولا تضحكين. فهذا يعني الله يخليك لهم ويخليهم لك إن شاء الله. إذا قلنا بأن هذه الكيكة هي نتائج تعب وسهر وسفر، أحيانا دموع وضحكات وخطوط على الوي ولحظات سعيدة وحزينة، الحياة هي الحياة. احنا عدنا بنتقاسم جمال الحياة أو المكافأة مالت الحياة أو اللي جنيناه من الحياة مع ناس أو مع أحد. هذه كيكة هي المكافأة. هل راح تخلينها لنفسك؟ هل راح تقاسمينها مع أحد؟ راح تقاسمها، ما تكفي هذه عقلي بتقاسمها. تقاسمينها مع منو؟ حتى اللي غادرونا. أكيد هذين يعني غالين. يعني احنا بالكويت يذكر علي أول أمي، يعني وأنا سكررت معاها، يسمون تثويبة، كانوا يسوون أكل ويثوبونه حق اللي راحوا. صح. ولا الحين لما نسوي أكلة مثلا يحبها واحد من اللي غادر نقول ثوابها لا. فأنا جزء من هالكيكة أبي يعني أثوبه حق الناس اللي قادروا واللي أحبهم واللي ما ننساهم، يعني أبداً استمر بالحياة بس ما ننساهم. صحيح. حق أمي أبوي، حق أخوي عدنان، حق خلدون زوجي، حتى حق أهلي عمي وعماتي خال، كل الأحباب الراحلين اللي رحلوا، هذا جزء لازم يكون منهم. صحيح. لما نجي للأحياء ولا الله يطول في عمرهم راح يكون عائلتي، يعني حق بناتي، حق آباء أحفادي، أزواج بناتي، أحفادي، حق يعني إخواني خواتي، جزء راح يكون لصاحباتي وصديقاتي ومعارفي سباي. يعني أقول لك أنا كم الحب بقى شيء من الكيكة حقت؟ ما هذا قاعد أقول راح تخلين شيء حقت ولا راح تزعينك؟ شلون دائما أنسى نفسي وهذا مو شيء مسهل. الحين عقب ما ذكرتك تبي تخلين شيء ولا عليهم بالعافية خلي يستمتعون؟ عليهم بالعافية، وهذه يعني حق كل إنسان قابلته بحياتي بما فيها أنتوا كلكم. شكرا. راح تكونوا معنا في الكيكة، كيكة حب إن شاء الله وسلام. أحلام جميلة، أحلام سعيدة. من الطالبة اللي بدت وتنقلت من المناطق، وهذا الشيء لما سمعته في لقاء سابق ذكرت نفسي، لأن أنا أعتقد أن أنا بعد لا أنتمي إلى منطقة، انتقلت من منطقة إلى منطقة إلى منطقة، وهذا لا أثر على نفسك صح الانتقال. شنو سوى لما انتقلت هذه الشابة بين المناطق؟ شنو ترك فيها آخر شيء؟ لا تتعلق بأي شيء خارجي، لا تتعلق بأي شيء خارجي. إذا أنت مليان من الداخل فأنت راح تعيش أي مكان. الله يسعدك إن شاء الله ويحقق كل أحلامك وأحلام كل اللي عطيتيهم جزء كلهم من هالكيكة إن شاء الله. إحنا وصلنا إلى ختام هذا الحلم واللقاء الجميل، نشوفكم على خير إن شاء الله في حلم جديد وأحلام سعيدة. في عالم يعيش ثورة المعلومات، كسبنا سهولة الوصول للمعلومة
لكن فقدنا التأمل العميق. كثير من أفكارنا ما نضجت، وأمامنا أسئلة كبرى تنتظر منا الإجابة عن تقدمنا نحو الحداثة ومدى ارتباطه بأصالتنا وجذورنا التاريخية والثقافية. لكن مهما امتلكنا من سجلات وملفات ووثائق، ستظل وراء السطور الواضحة كلمات خفية، وسيبقى خلف كل رواية جزء من النص مفقود. جزء من النص مفقود تشوفونه في هذه الأوقات. طول عمرك ما تبشرين إلا بالخير. احتياط واجب يا ولدي، والبحر غدار. الضربة اللي ما تقتلك تقويك. أنا ما راح أخليها. يما ردي علي، يما يبا رد علي. يحمد ربه أخوي مرزوقنا تزوج واحدة مثل شيخة. أنا اللي بيبها غصبا عليها. قوية كل ضعيف، علشان كذي أنا لازم أكون قوية وما أنكسر، ما أخلي أي أحد يشوفني وأنا مكسور. هود الليل تشوفونا في هذه الأوقات. لليوم الثاني على التوالي، سمو أمير البلاد وأسرة آل الصباح الكرام يستقبلون جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. سبعة عشر مرشحا جديدا في اليوم التاسع لتسجيل مرشحي أمة 2024، والإجمالي يصل إلى 219 بعد تنازل مرشحين. المجازر الإسرائيلية الوحشية تتواصل في قطاع غزة، وحصيلة الضحايا تتجاوز 31 ألف شهيد و73 ألف جريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. وهذه النشرة يقدمها لحضراتكم لهذا الصباح الزميل فايز الحسيني وإيمان أحمد، ومعنا في لغة الإشارة الزميل يوسف الراشد. إلى التفاصيل مع زميلي فايز. شكرا إيمان، وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. في أجواء تفيض بالود والمحبة، استمر توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان مساء أمس، وذلك لتهنئة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأسرة آل الصباح الكرام بحلول شهر رمضان المبارك لليوم الثاني على التوالي، حيث استقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وجموعا من المواطنين والمقيمين. وتأتي هذه المناسبة المباركة لتعبر عن وحدة الشعب الكويتي وأصالته وأواصر الأخوة التي جبل عليها في مثل هذه المناسبات، عادها الله علينا بالخير واليمن والبركات.
تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا ظهر أمس من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. تبادل خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا فخامته المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، متمنيا فخامته لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله. وقد شكر سموه حفظه الله فخامته على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم على فخامته دوام الصحة والعافية ويحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامته. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بيرث فيراج سينغروبون رئيس جمهورية موريشيوس الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية موريشيوس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بيرث فيراج سينغروبون رئيس جمهورية موريشيوس الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية الأحد الماضي والرامي لدعم التسوية السياسية في دولة ليبيا الشقيقة وصولا لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنشودة. أكدت الخارجية في بيان لها أمس على مساندة دولة الكويت لكافة المبادرات والجهود العربية والدولية الساعية لتعزيز وحدة وسيادة الأراضي الليبية وأمنها واستقرارها، تلبية لتطلعات وآمال شعبها الشقيق في السلم والتنمية والازدهار. تقدم في اليوم التاسع وقبل الأخير لتسجيل مرشحي انتخابات مجلس الأمة 2024 17 مرشحا جديدا، ليرتفع الإجمالي إلى 221 مرشحا بينهم 7 سيدات بعد تنازل مرشحين 2. أصبح صافي المرشحين حتى اليوم التاسع 219 مرشحا. نعم هذا، وتشهد إدارة شؤون الانتخابات تكاملا بين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية مع الوصول إلى اليوم العاشر والأخير لتسجيل المرشحين اليوم الأربعاء 13 من شهر مارس الجاري، على أن يكون آخر يوم للتنازل عن الترشح 28 من الشهر نفسه. في الوقت الذي يسدل فيه الستار غدا الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس الجاري على عملية تسجيل مرشحي انتخابات مجلس الأمة لعام 2024، تقدم في اليوم التاسع وقبل الأخير 17 مرشحا جديدا، ليرتفع الإجمالي إلى 219 مرشحا بعد تنازل مرشحين عن خوض انتخابات مجلس الأمة. مع انتهاء العمل لليوم التاسع التوالي لتسجيل طلبات تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2024، تقدم لهذا اليوم عدد 17 مرشح من ضمنهم سيدة واحدة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي لجميع المرشحين 221 مرشح. وأحب أنوه أن في حالتين تنازل للمرشحين، وبذلك العدد الفعلي يصبح 219 مرشح. أحب أذكر الإخوان الراغبين بالترشح بإدارة شؤون الانتخابات أن غدا الأربعاء تاريخ 13/3 هو آخر يوم لتسجيل واستقبال طلبات تسجيل المرشحين، طبعا في من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا.
إدارة شؤون الانتخابات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية تنجح في استكمال كل متطلبات المرشحين للوصول إلى اليوم الأخير للتسجيل غدا الأربعاء 13 من شهر مارس الجاري، على أن يكون آخر موعدا للتنازل عن الترشح 28 من شهر مارس الجاري. آخر يوم تنازل الإخوان المرشحين هو تاريخ 28/3، يتوجب على المرشح التوجه إلى المخفر المختص وتقديم طلب إلى رئيس المخفر، ومن ثم يقوم المخفر بإرسال الطلب إلى إدارة شؤون الانتخابات لاستكمال طلب تنازل المرشح. وأحب أشيد بالوزارات والهيئات المعنية لمساعدتها إدارة شؤون الانتخابات لإكمال طلبات تسجيل المرشحين في الإدارة. وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية تجهز 123 مدرسة ستجرى فيها انتخابات مجلس الأمة لعام 2024 عبر اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية، مما يؤكد تكامل الجهود الحكومية وصولا إلى يوم الانتخاب في 4 أبريل المقبل. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت. إلى أخبارنا الدولية، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين. يأتي ذلك فيما أفادت وسائل إعلام باستهداف قوات الاحتلال حشدا من الفلسطينيين قرب دوار الكويت بمدينة غزة كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية. وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات 24 الماضية 8 مجازر راح ضحيتها 72 شهيدا و129 جريحا، ليرتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم 158 إلى أكثر من 31,000 شهيد و73,000 جريح منذ 7 أكتوبر الماضي. في اليوم 158 للحرب على غزة، تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصف مناطق متفرقة من القطاع موقعة الشهداء والجرحى، واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب 20 بعد استهداف الاحتلال نازحين كانوا ينتظرون مساعدات على مفترق الكويت جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد 11 فلسطينيا وأصيب وفقد آخرون إثر قصف منزل لعائلة بدير البلح وسط قطاع غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المناطق الشرقية لمنطقة عبسان الكبيرة وخزاعة في خان يونس. هاي العمارة أصلا كانت مقصوفة قبل هيك ورجعوا قصفوها مرة تانية، فإيش اللي صار إحنا مش عارفين، إحنا فجأة لقينا الردم والإشي فوقينا، غير هيك مش عارفين ولا إشي، وهي في لسه في جزء مفقود جوا العمارة. سمعنا انه اخوي تصاب واولاد اخوي وابن اخوي يعني العيله كلها، فتودينا على المستشفى هنا العوده، فلقينا زي ما انتم شايفين قدامكم انه في اصابات في الاطفال وفي اخوي وفي العيله كلها. الطائرات الإسرائيلية ألقت خلال مسار حربها على غزة أكثر من 52,000 طن من المتفجرات على منازل المواطنين والمستشفيات والمدارس والمؤسسات المدنية، مما أدى إلى تدمير تلك البنية التحتية. هذا الاحتلال الظالم في هذا العدوان لم يبقى شيء إلا وأتى عليه بعدوانه وبغطرسته وبآلة الدمار والخراب الصهيونية، ومن ضمن هذه المقدرات التي أتى عليها هي البنية التحتية، وخاصة كذلك أيضا يعني المصانع وغيرها من المقدرات التي تصب في دعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم صمود أهلنا
في قطاع غزة في محاولة منه إلى يعني كسر هذه الإرادة. رغم الحرب والجوع، رمضان كريم من غزة للعالم، هكذا بعث السكان هنا رسائلهم باستقبال شهر رمضان الذي يأتي هذه السنة على الفلسطينيين في ظل ظروف جد قاسية مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ووسط المجاعة التي تهدد أهالي القطاع بسبب سياسة التجويع الممارسة عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. قرابة 1,300,000 نازح ومشرد يواجهون ظروفا صعبة ومعقدة في مراكز الإيواء وافتقارهم لأدنى مقومات الحياة المعيشية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، من أمام مخيمات اللجوء والنازحين في رفح جنوبي قطاع غزة فلسطين. أعلن الاتحاد الأوروبي عن افتتاح الممر الإغاثي البحري في قبرص لتكثيف جهود الدعم لمساعدة السكان المحاصرين في قطاع غزة والذين يتعرضون لأوضاع إنسانية مأساوية. كما أعلنت المفوضية الأوروبية أن التمويل الأوروبي لوكالة الأونروا سوف يتواصل، مؤكدة أن سكان غزة بحاجة لهدنة ووقف فوري ودائم لإطلاق النار. مع انطلاق أول سفن الممر الإغاثي البحري إلى غزة، أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يدير المشروع مع الحكومة القبرصية بدعم من شركاء دوليين أن افتتاح الممر يمثل بارقة أمل للسكان المحاصرين في أوضاع مأساوية ويعطي دفعة لجهود إيصال شحنات الإغاثة الطارئة. رأينا جميعا التقارير عن أطفال يموتون من الجوع في غزة، هذا أمر لا يجب حدوثه ويجب أن نفعل كل ما في وسعنا لإيقافه. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يحشد لإرسال العديد من السفن عبر الممر البحري، حيث أعلنت تفعيل آلية الحماية المدنية لتكثيف جهود الدعم، وحثت دول الاتحاد على تقديم كل ما يمكنها وتعبئة الموارد لمساندة عمليات الإغاثة، لافتة إلى أن لديها فريق تنسيق في قبرص لإدارة تمويل وتوجيه تدفق البضائع إلى غزة، لكن مسؤولين في الأمم المتحدة ودول أوروبية اعتبروا أن الطريقة الأفضل والأنجع للإغاثة هي فتح كل المعابر البرية إلى غزة، داعين للضغط على حكومة الاحتلال من أجل ذلك. لقد طلبنا إجراء مراجعة لإطار علاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. نريد الحصول على خلاصات وعلى تقارير لاجتماع وزراء الخارجية القادم، وبناء على ذلك نريد مطالبة جادة باحترام القانون الإنساني والدولي وضمان حقوق الإنسان في غزة. وأعلنت المفوضية الأوروبية أيضا أن التمويل الأوروبي لوكالة الأونروا سوف يتواصل، مؤكدة دورها المحوري في هذه الظروف الكارثية، كما شددت على أن أهل غزة بحاجة الآن لهدنة فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار. وسيم إبراهيم، لتلفزيون دولة الكويت، من داخل مقر المجلس الأوروبي بروكسل. جهود رقابية وتفتيشية تكثفها الهيئة العامة للغذاء والتغذية مع حلول شهر رمضان المبارك على المسالخ البالغ عددها 4 مسالخ موزعة في مختلف المحافظات لتأكيد من جاهزية المفتشين والكادر الطبي البيطري والمسالخ ومدى تطبيقها للاشتراطات الصحية. ولاستيعاب الطلب المتزايد على اللحوم خلال شهر رمضان المبارك، تم رفع الطاقة الاستيعابية في المسالخ لتصل لنحو 10,000 ذبيحة يوميا، والعمل أيضا بنظام 3 نوبات متواصلة. في هذا الشهر الكريم تصبح جهوزية المسالخ للتعامل مع تحديات تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين أمراً لا مفر منه، حيث يتوجب عليها أن تتجاوز الصعوبات والعوائق بروح المثابرة والمسؤولية.
إن انتشار المفتشين والأطباء البيطريين التابعين للهيئة العامة للغذاء والتغذية في إرجاء المسالخ يعكس السعي المتواصل لضمان جودة اللحوم وسلامة الغذاء. جهوزية الأربع مسالخ في دولة الكويت اللي هي مسلخ محافظة العاصمة ومسلخ الفروانية ومسلخ الأحمدي ومسلخ الجهراء من ناحية تطبيق جميع الاشتراطات الصحية وجهوزية المفتشين والأطباء البيطريين للكشف والفحص على الذبائح الخاصة في المواطنين. إجمالا جميع المسالخ يعني عدينا احنا 10,000 رأس باليوم. الهيئة العامة للغذاء والتغذية قامت بتوفير 30 طبيباً بيطرياً ومفتشاً في كل مسالخها، فهم يترصدون الأمور بدقة وتفان، يعملون على التفتيش على المسالخ والتأكد من جاهزيتها بنظام 3 نوبات على مدار الساعة ليضمنوا أن كل قطعة لحم تصل إلى المائدة نقية وسليمة. طبعا الطاقم الطبي من الأطباء البيطري والمفتشين اللحوم المختصين حاليا يعملون بنظام النوبات على مدار الساعة لتغطية جميع احتياجات الفحص الموجودة في المسلخ، وبالأخص طبعا عدد النوبات يعني يكون فيها تقريبا ما يقارب 30 طبيب ومفتش في المسلخ، بالنوبة الواحدة تقريبا 10 أنفار يكونوا موجودين للفحص على الذبائح. الطبيب البيطري يلعب دورا حيويا في المسلخ حيث يضمن سلامة اللحوم وجودتها قبل أن تصل إلى المستهلكين، يقوم بفحصها للتأكد من عدم وجود أي أمراض معدية أو مشاكل صحية. بنكشف على الذبح بقى كحالة عامة، الذبيحة هل هي سمينة مش سمينة، فيها خبطة فيهاش خبطة، فيها عقر بتاع كلاب مفيهوش كلاب، لأنها من بره سليمة بنشوف الاكتمال النسف، هل النسف اكتمل تام ولا لا، هل فيها يرقان ولا ما فيهاش، وبعدين بنبدا نشوف هل فيها مثلا الطفيليات او ما فيهاش، هل فيها وزال، بعد كده اذا كانت كويسه بنديها الخيط وبنطلعها. في هذا الشهر الكريم تصبح رساله الهيئه اكثر تاثيرا وعمقا، حيث تضع سلامه وصحه المواطنين والمقيمين في مقدمه اولوياتها. لما ابو علاوي، تلفزيون دوله الكويت. احتفل المسلمون في العاصمة البريطانية لندن بدخول شهر رمضان المبارك في أجواء حولت شارع كوفنتري بكادلي إلى مشهد رائع مزين بفوانيس ونجوم لامعة. وأضاء عمدة المدينة صديق خان مجموعة جديدة من أضواء رمضان في وسط لندن بمبادرة من مجموعة عزيز الراعية للأضواء للعام الثاني على التوالي. وسط أجواء روحانية استقبل الملايين من المسلمين في لندن وبريطانيا شهر رمضان المبارك بتعليق أكثر من 30,000 من الزينات والأضواء المستوحاة من الثقافة الإسلامية بميدان بيكاديلي الشهير بمبادرة من مجموعة عزيز. عمدة لندن وأدري أكد خلال الاحتفال بتدشين الأضواء للعام الثاني على التوالي أنه يعكس مدى التنوع الحضاري والثقافي ودور الجالية المسلمة في بريطانيا، فيما حث صديق خان الجالية الإسلامية على التبرع لأهالي قطاع غزة في شهر رمضان المبارك. لندن هي أول وأكبر مدينة غربية تتزين بأضواء رمضان، وهو ما يعني أنها تتسامح ويتعايش فيها الجميع، وهذه الأضواء احتفال للمسلمين وغيرهم، والجالية الإسلامية تتبرع ب 150 مليون جنيه استرليني في رمضان، وهذه مناسبة لاستذكار معاناة أهالي غزة والضفة الغربية والتبرع لهم في هذا الشهر الكريم. كمسلمة وأنا أرى أضواء تزين لندن احتفالا بشهر رمضان المبارك مثل أعياد الميلاد، فهذا يعني الكثير بالنسبة لي، فالآن المسلمون ممثلون في لندن وأخيرا احتفالات رمضان أصبحت عامة، وهذا شيء رائع.
نجاح أضواء رمضان العام الماضي بعد جهود لأكثر من 3 سنوات من مصممة الأضواء عائشة ديزي، شجعت إدارة ويست إند بوسط لندن على تعليق الأضواء بشارع أوكسفورد، أحد أهم شوارع التسوق بأوروبا، بمبادرة من مجموعة الجبرة، إذ أن الشارع يقصده الملايين من العرب والمسلمين، وهو ما يضيف جو روحاني على شهر رمضان هذا العام، إذ أن الأضواء أُلقت مع ثبوت هلال شهر رمضان وستبقى إلى ما بعد عيد الفطر المبارك. أنا فخورة للغاية بوجودي هنا وكوني صاحبة التصميم والفكرة للعام الثاني على التوالي، وهو ما يدعو لإلهام المسلمين الشباب للتعبير عن أنفسهم، وأنا سعيدة للغاية لرؤية نتيجة مجهودي الذي أسعد الجميع. أضواء لندن المميزة تضيف جوا من الروحانية والمشاعر الإسلامية للمسلمين هنا للاحتفال بشهر رمضان المبارك. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت، لندن. استجابة لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية الهادفة إلى الإسهام في الحفاظ على البيئة والتخفيف من التلوث، تضافر شركات القطاع النفطي جهودها لتحقيق ذلك وبالتالي تحقيق الحياد الكربوني، وتتجلى هذه الجهود في العديد من الخطوات الجادة والسريعة التي تتزامن مع الجهود العالمية الرامية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية في التحول في الطاقة 2050، فإن العمل على تحقيق الحياد الكربوني والتوعية بأهمية التخفيف من الملوثات والانبعاثات الكربونية إحدى أهداف شركات القطاع النفطي. نظمت دائرة الصحة والسلامة والبيئة في شركة صناعة الكيماويات البترولية أسبوع السلامة الثاني تحت شعار معا نحو الحياد الكربوني، وبالمشاركة مع العديد من الهيئات والمراكز البحثية العلمية في دولة الكويت والشركات النفطية الزميلة. تم خلال أسبوع السلامة تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل لعرض إنجازات الجهات لمشاريعها ومساهمتها في تحقيق أهداف الاستدامة والحد من انبعاث الغازات المضرة بالبيئة. إنجازات عديدة حققتها شركات القطاع النفطي ولا تزال بهدف توفير وقود نظيف وصديق للبيئة يخفف من الانبعاثات السامة التي تلوث الجو. تعتبر شركة الصناعات الكيماوية البترولية من الشركات الصناعية الرائدة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، وتلتزم التزاما تاما بتطبيق أفضل الممارسات لتحقيق الاستدامة في عملياتها التشغيلية، وتوفر بيئة عمل آمنة في جميع مرافقها. وطبقت شركة الصناعات البترولية طبقت العديد من المشاريع الناجحة الهادفة للحد من الانبعاثات وحماية البيئة والحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة، سلامة العاملين وتقليل الآثار البيئية لعملياتها. أبرز الأعمال عندنا ميناء عبد الله وميناء الأحمدي اللي هو مشروع السي اف بي، مشروع الوقود البيئي منخفض الكبريت، بجانب العديد من الإسهامات اللي باشرت فيها شركة البترول الوطنية، من ضمنها مشروع الاف جي ار يو اللي هو تقليل حرق الوقود للغلاف الخارجي. حاليا الاف جي ار يو شغال ميناء الأحمدي، وفي إسهام مباشرة لإنشاء وحدة مماثلة في ميناء عبد الله. ميناء عبد الله حاليا للسعة اللي متفق عليها انها يعني تعالج 10 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد لتقليل الانبعاثات. معا نحو الحياد الكربوني، شعار يجمع شركة صناعة الكيماويات البترولية مع الشركات الزميلة بهدف مشاركة دول العالم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي والحفاظ على البيئة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت. ومن عالم الاقتصاد إلى عالم الرياضة، وأهم الأخبار الرياضية في هذا التقرير.
يتطلع أتلتيكو مدريد الإسباني إلى تعويض تأخره بهدف أمام إنتر ميلان الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، ويامل أتلتيكو استعادة هدافه الفرنسي غريزمان الذي أصيب بالتواء في كاحله في فبراير الماضي بعد أن سجل 18 هدفا في 36 مباراة في مسابقات هذا الموسم. وكان فريق الإنتر قد فاز ذهابا بهدف متأخر سجله ماركو الذي سيغيب عن لقاء الإياب بسبب إصابة في أوتار الركبة. ويعيش إنتر موسما مميزا جدا حيث خسر مباراة واحدة فقط وفقد 9 نقاط بعد 28 جولة من الدوري الإيطالي الذي يتصدره بفارق 16 نقطة ويبدو في طريق مفتوح نحو اللقب. بالمقابل أتلتيكو لا يمر بأوقات طيبة حيث خسر 5 من آخر 8 مباريات منها الخسارة بهدفين نظيفين أمام قادش، ولكن ما قد يبعث التفاؤل في نفوس عشاق المدرب سيميوني وفريقه هو أن إنتر لم يفز ولا مباراة في آخر 10 مباريات لعبها في إسبانيا لحساب الأبطال. وفي لقاء آخر يواجه بروسيا دورتموند ضيفه آيندهوفن الهولندي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويغيب المدافع نيكو شولتربيرك بداعي الإيقاف، بينما يستمر غياب المهاجم الإيفواريست بيستيان هيلر للإصابة في الساق التي لحقت به في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما الشهر الماضي في هولندا. وقال إيدين تيرزيتش المدير الفني لدورتموند بأن الفريق الألماني يخوض المباراة بشعور جيد على أرضه وهناك فرصة كبيرة لبلوغ الدور التالي. نشرتنا انتهت مشاهدينا، نشكركم على المتابعة ونذكركم بأهم العناوين. فإلى اللقاء. إلى اللقاء. لليوم الثاني على التوالي سمو أمير البلاد وأسرة آل الصباح الكرام يستقبلون جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. سبعة عشر مرشحا جديدا في اليوم التاسع لتسجيل مرشحي أمة 2024 والإجمالي يصل إلى 219 بعد تنازل مرشحين. المجازر الإسرائيلية الوحشية تتواصل في قطاع غزة وحصيلة الضحايا تتجاوز 31,000 شهيد و 73,000 جريح. عشرتنا الحلوة هي كل أولي وتالي اللي خذيت من الكبت مني ما رديته وبلوفر الغالي علي وين انت وديته غير انت ماخذ العطر وهدومي في جنطة سفر وايد مواقف وش كثر كل شي عديته بالمدرسة كل مشكلة تقطع براسي حتى مشاكل الفريج لو كنتي بس ناسي زفت أبوي وضحكتك وأمتي خزني بسبتك غير إني أسمع حنتك كل هذا حبيته عندي انت بالكون لو وين ما تكون يا أخوي أغلى مني لي عندي انت بالكون عندي انت بالكون لو وين ما تكون يا أخوي أغلى مني لي عندي انت بالكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله، أهلا وسهلا بالمشتركين، وأهلا وسهلا بالمشاهدين، وأهلا وسهلا بالمستمتعين. حياكم الله جميعا، كل من يتابعنا في هذه الساعة ويبي يشارك نقول له حياك الله، أهلا وسهلا فيك. ساعة المباركة لقاءنا وياكم، والساعة هذا ثاني يوم رمضان وعبر شاشة تلفزيون دولة الكويت. أمس ما شاء الله كان التفاعل جميل ورائع، والناس فاهمين البرنامج والسؤال وروح، ولكن الروح دائما تطلع مع المتنافسين. لذلك أقول حق كل من يود المشاركة، هذا الباركود موجود، حط تليفون، عفوا الكيو آر كود، أنا دائما أقول باركود ما أدري ليش، يلا الكيو آر كود، هل يشب يشب ويطفي، يشب ويطفي، يشب ويطفي. روح بتليفونك، حط تليفونك، راح يطلع لك تحته عنوان، اضرب عليه على طول، روح سجل بياناتك كلها وشارك معانا يا اخوي العزيز ويا اختي العزيزه، يا مشاهد يا كريم. وان شاء الله تاتينا على الهواء مباشره ونقول لك اهلا وسهلا، ودش اما تطلع لك ب 100 ب 300 دينار، ويمكن تكون من اصحاب الحظ السعيد، اما هني او هني 750 دينار و أقل شيء 250 دينار، ونقول لك حياك الله والمسابقة تبدأ، وأهلا وسهلا بالجميع. لذلك نقول للجميع طريقة المشاركة بتشوفونها الآن عبر هذا الفاصل، ونرجع بعدين ونقول ألو يا هلا حياك الله، وتوقيتنا إن شاء الله مناسب معك بإذن الله، لكن نبي تفاعلكم. برنامج المسابقات الجماهيري 20 ثانية، فقرتنا الأولى بنسألك سؤال شفهي ولك أربع خيارات، بعدها أثبت إجابتك، جاوبت صح بتربح 100 دينار كويتي. سؤالك الثاني لازم ترتب حروف الإجابة بشكل صحيح، رتب حروفنا صح بتربح 200 دينار كويتي، وبكذي يكون رصيدك 300 دينار كويتي، وكل سؤال لك 20 ثانية لا تضيعها. فقرتنا الثانية الاختيار عند الخصم، بيشرفونا ضيوف بالاستديو وبنزيد التحدي، والأسئلة بتكون من أقسام متنوعة، والفريق المنافس هو اللي راح يحدد لك سؤال من أي قسم، وما في خيارات للإجابة. إذا فزت بتكون ربحت 750 دينار كويتي، وإذا خسرت ما راح تمشي، راح تلعب معانا في المحاولة الأخيرة، وهي أنك تجاوب صح على سؤال واحد من ثلاث أسئلة صح وخطأ، وتربح معانا 250 دينار كويتي. وكل هالمسابقات ما تتعدى إجابتها 20 ثانية. كل اللي عليك تسجل عن طريق كيو آر كود وشارك في برنامج 20 ثانية، وبإذن الله من الفايزين. الله دائما من الفائزين يا رب. ونقول للمتصل الأول بندر، سلام عليكم يا بندر. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر. حياك الله يا بندر المطيري، اهلا وسهلا فيك، وصبحك الله بالخير، وعسى رمضان ان شاء الله دائما عليك خير بخير. والله اسمع يمك صوتك، ولدك ولدك جنبك؟ اي والله العائلة كلهم موجودين ما شاء الله. ها مستعدين حق هذول عيالك؟ ايه يلا، وين هذا سمعني صفقتهم عشان اتحمس. كفو 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 كفو، يلا توكل على الله يا بندر، نقول بسم الله. الله ان شاء الله. بسم الله وعلى بركة الله. بندر سؤالك الاول يقول، ما هو اول مستشفى حكومي كويتي؟ هل هو مستشفى مبارك، ولا الاميري، ولا الجهرة، ولا الفروانية؟ والعشرين ثانية روح. مستشفى الأميري إن شاء الله. ثبت، قول لي ثبت. ثبت قول ثبت. بندر بس لك وللسادة المشاهدين الآخرين والمتسابقين الآخرين، من التكتيك إنك شو تقول؟ قول لي ثبت. ليش؟ ثبت. لما تثبت ضمنت إن أنت لك فرصة إنك تفكر وتجاوب، بس عاد لا تطول. أوكي إجابتك قلت شنو؟
مستشفى الأميري إن شاء الله. الأميري، منو أصغر عيالك شو اسمه؟ يوسف. يوسف وينه يمك؟ إيه موجود. يقدر يكلمني ولا ما يقدر يكلمني؟ يتكلم. عطني يوسف. يوسف يا يبا. عم يوسف. تكلم. شو أقول؟ أنا أقولك شو تقول. تعال. عليكم السلام يوسف. إجابة أبوك إذا طلعت صحيحة واستلم الفلوس إيش تبي يجيب لك؟ نتفلكس. ها؟ شنو؟ إيش تبي؟ بلاي ستيشن. مبروك صح، وهات له بلاي ستيشن إذا ربحت اللي ورا بعد. مبروك. صفق حق أبوك. ساحل مباركة. على فكرة تم افتتاحها في عام 1949 تحت رعاية أمير الكويت آنذاك المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح، وكان مبنى المستشفى يتكون من دور واحد فقط ويحتوي على 45 سرير. رصيدك يا بندر 100. نزيد؟ نزيد. نزيد. زين. الحروف بعطيك أحرف، عطني الأحرف. عندك أربع أحرف، نون ويا وسين وواو، ها؟ وسؤالك يقول هذه الأحرف اسم نبي سميت صورة في القرآن الكريم باسمه، وشغل العشرين ثانية. من هو؟ رتب الحروف. يونس. يونس. ثبت. ثبت. برافو عليك. ها قول ثبت أول. ثبت. هم هذا يوسف اللي قال لك؟ لا إبراهيم، هذا اللي أكثر منه. يا عسى الله يخليهم لك. روح أنت وإبراهيم ويوسف. برافو صح. برافو. 300 دينار صفقة يا عيال. طبعا هو نبي الله يونس عليه السلام معجزته كانت مكوثة في بطن الحوت، كانت هذه المعجزة. اللي ورا بندر منو؟ هذا بندر المطيري، خذ 300 دينار. أبرار صباح الخير يا أبرار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها نور، حياك الله يا أبرار. الله يحييك. شلونك؟ الحمد لله تمام. كفو عليك. أبرار العنزي إن شاء الله مو خايفة. لا لا. يلا برافو. من يمك؟ منو راح يساعد؟ خواتي. قبل شوي بندر عياله قام يصفقون لأخواتك، ليش ما يصفقون يقولون يلا وياك مثلا شيء من النوع عشان يأخذون نصيب؟ يلا نروح للسؤال. تعالي للسؤال. يلا السؤال يقول ما هي الصورة التي ورد لفظ الجلالة في كل آياتها؟ هل هي المجادلة أم البقرة أم الأنعام أم الأعراف؟ أشغل العشرين ثانية. المجادلة. قولي ثبت. دير بالك. ثبت. ثبت. شنو هي؟ المجادلة. المجادلة. ثبت لها على المجادلة. وخواتك شو يقولون؟ جوجل اللي قال ولا خواتك اللي قالوا؟ خواتي. عطيني واحدة من خواتك. يستحون. يستحون. خلاص عجل راحت عليكم، راحت عليكم القسمة لأنها خذت 100 دينار. برافو عليك صح. ورد صيغ لفظ الجلالة في سورة المجادلة 40 مرة. برافو عليك. حلو. اللي يستحي لا تعطينا فلوس. لا لا. زين عطونا الحروف. الآن نروح للحروف. يلا عندك الياء والزين والواو والفاء والراء. اسم مطربة لبنانية. فيروز. شقل. فيروز. ما للحين ما ثبتتي، ما أقدر أقول. ثبت. 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 طلع الحين طلع حسك. ثبت. ثبت لأن عرفت الإجابة. يا زين شنو أشهر أغانيها؟ شنو نسم علينا الهوى. نسم علينا الهوى. طيب لقبها شنو كان؟ جارة القمر. هي فيروز. برافو عليك صح. 300 دينار يا بنات. برافو عليكم. عافية بناتي. برافو عليكم. مبروكين. يعافيك. مبروكين. مبروكين. يلا هذا ثاني سؤال. أحمد يا صباح العسل يا أحمد.
ابو حميد وينك؟ يا هلا. شلونك؟ ليش غايب عني؟ ليش ما تقول لي الو؟ الو احمد جلوي يا ابن جلوي. شلونك؟ عساك طيب. سلامك طاب لونك، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ عساك طيب. ارجع لك للخير. جاهز؟ ان شاء الله. رياضي ولا مو رياضي؟ والله على حسب السؤال. لا انت رياضي ولا مو رياضي؟ ان شاء الله اني رياضي. اي برافو عليك. صحة زينة؟ الحمد لله. هذا اهم شيء. خلني اخذك الى سؤال رياضي واللي معاك يفكرون ويانا، اين سيقام كأس العالم لكرة القدم 2026؟ هل هو اسبانيا، المغرب، بلجيكا، استراليا، نيوزيلندا، امريكا، كندا، المكسيك، ام المملكة العربية السعودية؟ ودور ال 20 ثانية وقول لي ثبت. ها تكفى قول ثبت. ها يا ابن جلوي قول ثبت. ثبت 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 ثبت. اول شيء ثبت ثبت ثبت. امريكا، كندا، المكسيك. عيد عيد. امريكا، كندا، المكسيك. ثلاثه. عيد عيد مره ثالثه. عيد مره ثالثه. ثبت. امريكا، كندا، المكسيك. روح برافو عليك. صح. الاستضافة بشكل مشترك بين 16 مدينة في 3 دول هي أمريكا الشمالية، وستكون أول بطولة تستضيفها 3 دول اللي هي أمريكا، كندا، المكسيك، وما راح تنساها بحياتك نهائيا. صح ولا أنا غلطان؟ أكيد ما راح أنسى. سؤال هذا جاب لك 100 دينار. شد حيلك اللي وراه. يلا منو عندك؟ عندي والله صاحبي شمات. شمات؟ لا إن شاء الله. شكله ما يبيك تفوز. اي والله. عطني يا تكفى. عطني يا عطني. شو اسمه؟ شو اسمه؟ شو اسمه؟ ابو علي. ابو علي. هلا ابو علي. هلا ابو علي. يلا حي. هلا ابو جود. هلا. شلون صحتك؟ طيب خير. ليش يا اخوي؟ ليش انت تبي خسر ولا تبي يفوز ولا ايش تبي؟ انا حاقد عليه، ابي خسر بس. ليش؟ اسمع انا وياك خلنا نعقد صفقه، ايش رايك؟ وهي اطرح عليك هذا السؤال. نعم. وإذا أنت جاوبته تتقاسم مع الجائزة 150-150 إذا صاروا 300، إيش رأيك؟ من حقدي بخسره بعد مرة واحدة ما يأخذ. لا 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 تكفى لا تخسره. أنت اربح اربح معاه، إيش رأيك؟ أوكي إن شاء الله. يلا اسمع هالسؤال، خذ هالحروف. ها عطينا سؤال رياضي وخذ هالحروف. الحرف ميم ضاء ألف تاء كاء. اسم لأحد أندية كرة القدم الكويتية وشق ال 20 ثانية. ما يبينا بعد. كاظمة. ثبت. كاظمة. حطها بالجول. راوغ. حسين. ثبت. يقول لك ثبت. 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 كاظمة. روح. ايه. يلقب بالسفير. جول. برافو عليك. صح. الحين ما صرت شمات. 150 ب 100. الحين تقول أنا اللي فوزتك. عدل ولا مو عدل؟ على طول. عطني انا اللي فوزتك ولا. يلا مبروك عليكم. حياكم الله. حافظكم الله. الله معاكم.